بدبلوماسية، مساء الخير. انتهت الانتخابات وطار سعر صرف الدولار فيما بدا منسقا لإتمام الاستحقاق ثم الإطباق على ما تبقى من متنفس. أزيلت الحواجز لكنها لم تزل الهواجس. الرئيس نبيه بري رفع جدارات الفصل بين المحتجين والنواب المنتخبين في ساحة النجمة، ومنهم من كان يوما نجم الميدان معترضا. وجها لوجه يخوض نواب جدد اللعبة السياسية بحسابات وأجندات لم تتكشف بعد، إلى جانب زملاء لهم من قوى سياسية لم يثبت كسرها في الانتخابات، مع فارق كبير أحدثه غياب الحريري. وفي مراقبة أولية للمشهد، الكثير من السياسة والاستقطاب والقليل من النوايا الإنقاذية حتى الساعة. لبنان الواقع بين حسابات المنطقة لم يسلم من تجيير نتيجة الانتخابات إلى جهة من هنا أو دولة من هناك، فيما لا يبدو المجتمع الدولي حتى اللحظة منكبا على إطلاق ماكينة الحل بنفس زخم التحفيز على إجراء الانتخابات، ما يشي بعدم وضوح الرؤية تجاه الساحة اللبنانية بعد. الاستحقاقات المفصلية الثلاثية الأبعاد في الرئاسات الثلاث والانهيار المعيشي تتطلب من اللبنانيين نفسا أطول، فهل أمامهم مسارا طويلا من انتظار التقاطعات الإقليمية والدولية على اختلافها كالأمريكية الإيرانية أو السعودية الإيرانية أو تسويات ربما تأخذ نحو دوحة 2؟ وحتى تلك اللحظة تشتد الانقسامات في البلاد. التركيبة الخصبة للنزاعات فتحت فرضيات هاميونية على تعديلات دستورية أحادية الجانب وتجاوزات ميثاقية لا تصح في أحلى أيامنا، فكيف بأحلكها؟ والانهيار المعيشي لم يثني عن التصريحات المتشنجة التي أقل ما يقال فيها تصريحات عديمة المسؤولية أمام شعب قلق وخائف يستقبل الصيف في جهنم حقيقية هذه المرة، بدون كهرباء وبموسم سياحي ستتكفل هذه المناحرات بالقضاء عليه وبسحق ما تبقى من أمل، مع علم الجميع بأن أي فراغ في البلاد وارتفاع لمنسوب التراشق السياسي توازيا مع انهيار الليرة ليس إلا نافذة للتدهور الأمني. بدبلوماسية هذه الليلة نتابع مصير الاستحقاقات المقبلة ومجمل التوازنات الجديدة مع الضيوف النائب المنتخب عن المقعد الأرثوذكسي في عكار المهندس سجي عطية، والنائب المنتخب عن المقعد الماروني في جزين دكتور شرب المسعد، وقراءة شاملة مع رئيس تحرير صحيفة اللواء دكتور صلاح سلام. أهلا وسهلا ضيوفنا. أهلا وسهلا سعادة النائب سجي عطية. مساء النور. مساء الخير دكتور شرب. مساء الخيرات دكتور صلاح. أهلا وسهلا. خليني أبلش مع دكتور مع أستاذ سجيع. المهمة ليست سهلة أكيد، ورح نقول لك مبروك طبعا بطبيعة الحال في بداية هذا البرنامج، وكل لبناني يعني عم بيرحب بنائب جديد بيتمنى أنه يكون أفضل بكثير من اللي كان قبله، مش ضروري مقعده، ولكن اللبناني طامح اليوم للتغيير. طبعا الكلام لك والمباركة أيضا لدكتور شرب المسعد، ولكن بعدكم واصلين على مجلس النواب وشفتوا سعر صرف الليرة، شفتوا الانهيار، المشهد منه سهل، شو بتشوفوا شو بتستشرف من هذه المرحلة؟ هل في إمكانية للعمل الجاد في هذا الانهيار؟ لكن بسوء حظنا أنه نحن وصلنا وبجت وجنا فعلا، يعني سواء بالدولار بالطحين بالبنزين بالأدوية بكل المسائل. هلأ بدليلي هل تستبشر خير ولك ما عندنا حل تاني، بنضل متفائلين وبيضل الامل موجود. في دم جديد، في تنوع بالشباب اللي فايتي، في امكانيات جديده. اكيد منا لعبه، منا نزهه، مش فايتين لحدا انه واحد والله بس البرستيج وانه والله صار نايب هيك يعني. لا، الحقيقه فيها مسؤوليه وطنيه كبيره. وبعتقد انا بسلبيات الازمه بس بمحل معين بشوف بع الضوء انه هيدي بدها تستعجل وامكانيه الحلول. من هون انا عتبي على الخلافات على المناصب اليوم، انه عم نلتهي بمناصب اذا اليوم نائب رئيس حكومي، قبل شوي كنا عم نحكي نائب رئيس مجلس نيابي وعامل لي هالقد خلاف، كيف بعد شوي حكومه وكيف بعد شوي وزراء وكوتا وتسويات وهيك؟ يعني اذا ما بدلنا الذهنيه وما انسجم
هيك النمط الجديد ببناء دولة وإعادة التحاور بين بعضنا وحط هالمشاكل وحدة وتاني نعمل شيك ليست يلا حلينا هيدي يلا 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 في مشكل بالبلد. نعم. وهيدي الانتخابات هي محطة أساسية بتاريخ لبنان. يا بدنا كلنا سوا نتبدل ونتكيف ونحاول ننقذ هالبلد أو على الدنيا السلام. نعم، نحن بعد قليل بدنا نحاول نشوف أكثر موقفك السياسي أستاذ سجيع، خاصة أنه في يعني اختلاف بين من يسمي نفسه مستقلا ومن يسمي نفسه ثوريا أو ثورويا. خلينا نشوف أستاذ أو دكتور شرب المسعد نفس السؤال بعدكم داخلين على هذا المعترك السياسي وانفجرت الأزمة المالية، طبعا هي يمكن امتداد لما كان استاتيكو قبل، في إمكانية للتعاون مع القوى السياسية برأيك دكتور؟ القوى السياسية التقليدية. إيه خليني إكشاري. أنا هالأزمة اللي وصلنا لها هيدي مش فجأة انفجرت يعني بعد الانتخابات. أنا بالنسبة إلي بعتقد القوى التقليدية كانت عاملة اتفاق مع حاكم مصرف لبنان لتهدية الأوضاع قبل الانتخابات لما ينعكس الجو اللي هلأ بلشنا نشوفه سلباً على أحزاب السلطة قبل الانتخابات. نعم. ونحن مثل ما نعرف أنه الاحتياطي بمصرف لبنان وين صار، فهذا شيء متوقع كان يصير بعد الانتخابات النيابية. أما بخصوص سؤالك الثاني اللي بيتعلق بأنه نحن رح نمد إيدنا للقوى التقليدية، أنا اللي بدي إليك إياه أنه نحن جينا عم نمثل صوت الشعب. يعني أنا شخصيا بمنطقة جزين كانت الأحزاب التقليدية كلها بلوايح ضدي. نعم. والحمد لله قدرنا خرقنا لأنه في ناس صلت، في ناس بدها التغيير، وصلنا للنتيجة وحققنا لهم حلمهم بالمنطقة. بس نحن لا جايين، مش جايين نهاجم حدا ولا جايين نحن حاطين فيتو على حدا. أنا جاي مد إيدي لكل فريق بالمجلس النيابي لأنه العالم هي انتخبتهم، نحن بنعترف بهذا الشيء. بس برجع بقول لك انا كل مشروع قانون راح يكون لمصلحه الناس، ما في شبهات، ما في شبهات فساد، ما في محاصصه، انا راح اكون معه. يعني راح تحترم اراده الافرقاء السياسيين طبعا ومن يطرحون ومن حتى رح نكون يعني صوت الناس بالمجلس النيابي. وراح اكيد نمد ايدنا للكل لما في مصلحة الناس. أنا رح فصل بعد قليل بعكار وبجزين بعض التفاصيل أكثر اللي أدت لفوزكما، ولكن بدي أسمع القراءة الأولية لدكتور صلاح سلام أول ما ربحوا يعني الثوار إذا صح التعبير أو المستقلين. في عالم توجست خيرا وفي عالم نأزت أنه الهيئة فايتين على مشكل لأنه الصدام مقبل والبلد ما بيحمل. شو رأي صلاح سلام بهذا المشهد؟ بالواقع نحن لازم نتفائل انه هذا الكم من التغييريين والثوار قدروا وصلوا للمنقعد مجلس نيابي، واللي الكميه فاقت كل التوقعات اللي كانت عم تتداول قبل الانتخابات. وما في شك هون انه اللبنانيين مقيمين ومغتربين صوتوا لمصلحه هذه الجماعات لانه فقدوا ثقتهم وايمانهم بالمنظومه السياسيه الحاكمه والفاسده وراحوا لخيارات جديده. هون التحدي اللي عم بيواجه هالقوى الجديدة شبابا وكتل ومستقلين وتغييريين انه ما بيقدر يضلوا مجموعة كتل وافراد المستقلين او المتفرقين. اذا ما قدروا اجتمعوا تحت مظلة جبهة نيابية عريضة يقدر يوصل كلمتهم بقوة، يكون لهم وزن في القرار في مجلس النواب، ما بيقدر يعمل شيء لحالهم متفرقين، لأنه الفريق الآخر فريق المنظومة السياسية عنده صحيح الأقل من 60 صوت ولكنه بلوك واحد يعتبر، وبالتالي قادر يفرض رأيه على الثوريين والتغييريين إذا بقوا على ما هم عليه حاليا من تشرذم وتباعد فيما بينهم. أنا أخشى أن تتكرر تجربة الحراك ب 17 تشرين، انه علقنا امال كبيره وكانت الثوره تعم كل المناطق اللبنانيه، ولكن المنظومه السياسيه الماكره
والفاسدة استطاعت أن تجد هذا الحراك الشعبي وزرع بذور الخلاف بين الأطراف. مهمة هذه النقطة دكتور صلاح، يعني كأنها تحذيرية أو كأنه ترقب أو لمعرفتك مسبقا بسير الأمور في الحياة السياسية. فعلا تحذيرية. يعني سيتم ترويض هذا المشهد؟ لا، هي فعلا تحذيرية لأنه في خوف أن يتم استيعاب بعض أطراف الحراك من ناس مستقلين أو من تغييرين أو من سوار في مناصب سلطوية، وبالتالي يضفوا هذا الاندفاع. بس مش حقهم يوصلوا لمناصب سلطوية دكتور؟ أنا أفضل، وسبق وحكينا معك على هذه الطاولة بالذات، أنه فلتحكم الأكثرية كائنا من كانت هذه الأكثرية، ولتعارض الأقلية كائنا من كانت هذه الأقلية. بدنا نطلع من شيء اسمه نظام حكومات توافقية تعطيلية عمليا، ما بتقدر تاخد اي قرار، ما بتقدر تاخد خطوات انقاذية. متل ما شفنا سنتين بعد عم نناقش خطة التعافي الاقتصادي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خطة الكهرباء اللي سحبت باخر لحظة مجلس الوزراء. مين الاكثرية اليوم؟ ما اتفقوا على شيء. ما في اكثرية دكتور. القوى الثورية اذا اجتمعت تحت جبهة نيابية واحدة ممكن تشكل أكثرية. إذا ما في أكثرية مطلقة عند أحد الطرفين، منروح لشيء اسمه حكومات ائتلافية. يعني هذا الفريق يختار فريق من المعسكر الآخر ويشكل ائتلافا، بصير عنده أكثرية نيابية. وهذه قاعدة متبعة في كل الدول الديمقراطية أوروبيا، وحتى بالأمريكية لما المجلس النواب يفقد أكثريته الحزب الحاكم. بس الأكثرية دكتور، لأنه نقطة مهمة، تقصد القوى الثورية مع القوات والاشتراكي، والقوى الثورية لحال ما بيعملوا أكثرية. إيه، فليكن يتحالفوا مع الأقرب لهم، سواء كان الاشتراكي أو القواتي بطريقة ما، ويشكلوا ائتلاف. أو إذا كان الفريق الآخر، فريق المحور الممانعة، قادر يستوعب حدا من جماعة التغييريين والصور ويشكل ائتلافا معه، فليتحمل المسؤولية. نرجع من عيد اللي كان سابق، فلتحكم الأكثرية ونطلع من صيغة التوافقية. سجيع، ما بعرف إذا كنت توافق هذا الموضوع، ولا بتعتقدوا أنه لكم الحق في الوصول إلى مناصب سلطوية؟ وكمان نحن سمعنا في أكثر من اسم مطروح لنيابة رئاسة مجلس النواب، ومؤخرا سمعنا باسم حضرتك أيضا سجيع عطية. عندك هذا الطموح؟ زيارتك للرئيس بري ضمن هذا الطموح؟ يعني بصراحة في شقين بسؤالك. الشق الأول، أنا بوافق بموضوع أنه التسويات ما أنتجت بالبلد، والممارسة الحزبية بالبلد مع احترامي لألن ولنضالاتهم أنتجت وأفرزت زعامات طائفية. نعم. والنتيجة بدك تقيسي النتيجة. اليوم نحن بنكبة، نحن مفلسين، نحن ضاع طموح شبابنا وأهلنا. بالتالي هالتجربة السلطة السابقة اللي عملتها كما كانت عليه، يعني كما كانت التسويات وعطيني وبعطيك وبختلف من تحت الطاولة وبتفق فوق الطاولة، ما هيدي حصلت. يعني ما بدنا بيختلفوا بعد شوي بيتفقوا بالنقابات، بيختلفوا بيتحالفوا بالانتخابات، بعد شوي تجي بمناصب تانية بنختلف عن بعضنا. وأنا ما أحكي على الكل، مش قصد حدا، بس اليوم أنا كمراقب من بعيد، التسويات ما نفعت. أنا معه لازم في أغلبية تحكم تتنظم الأغلبية، يمكن يلتقوا أحزاب معينة مع مجموعة من المستقلين حول برنامج معين. أنا مع صراع البرامج، أنا مع صراع برنامج اجتماعي اقتصادي. صراع البرامج؟ إيه، بدل ما نتنافس على المناصب ونتنافس على الطوائف وعلى الحصص، بقول والله أنا هيدا برنامج اجتماعي واقتصادي ينسجم مع فئة معينة من المجلس، وهيدا برنامج تاني، تعوا لنتفق عليه. هلا بتقولي ما في 100%، في 80% بالمنحة الاقتصادي والاجتماعي، بتبقى السياسات الدفاعية والقصص اللي فيها تعقيدات وفيها تدخلات دول، اوكي هي بنخليها لبعدين. بس في اليوم ناس جيعاني، اليوم في ناس تنكت البنزين 600,000، في ناس كيس الخبز حقه 30,000. بس طرحك مش هو بياخذ على صدام؟ لا، أنا مع جبهتين، أنا مع جبهتين. رح أعطيك مثال، وقت اللي كان الرئيس عون، يعني لا يزال هو رئيس بري، والرئيس حسن دياب اعتبروا أنه هذا الفريق ينتمي إلى جهة واحدة، وقد فشلت هذه الصيغة. رجعنا جربنا الرئيس سعد الحريري رئيسا مكلفا، ما مش الحال. رجعنا للرئيس الوسط، خلينا نعتبره نجيب ميقاتي، لحتى شوي قلعت البلد بمكان ما، يعني تسويات، تسويات. لو كان بينما الحكومة الصدامية ما حدا تعامل معها.
الحكومة الصدامية ما تعمل معها لأنه اتفقوا عليها، لأنه دائما بدهم كوتا بقلب الحكومة، لأنه كل واحد بده واعي ما كيف الانتخابات بتحصل. إذا ما جبتك نائب بجيبك وزير، بعد شوي بجيب لك بتعيينات معينة. نحن هذه المنظومة، هذا الفساد اللي وصلنا له، هيدي هالتوظيفات العشوائية اللي انعملت، هيدي هالكوتا بكل شيء إلي وإلك ولاش أنت ومش أنا. هيدا اللي وصلنا له، هي الحقيقة. يعني بده في إعادة تقييم لسلوكنا السابق كأحزاب وكمنظومة سياسية سابقة، وبدنا نتكيف مع هالشباب. في 60-70 شاب فاتوا جديد، ما هولي كلن كوادر اسم الله عليها، وكل الشباب عندها إمكانيات وعندها خبرتها وعندها واقعة. بدنا نقعد مع بعضنا، دعوا لنتنظم وفق برنامج اجتماعي اقتصادي مالي. نعم. لنشوف الخلل بهالمنظومة. نعم تفضل دكتور، ما بعرف إذا في تعليق على الكلام. حكومة الأكثرية مش مقصود فيها أن تكون حكومة صدامية. مزبوط. هي حكومة يجب أن تكون حكومة منتجة. منتج بس فريق واحد. يجب أن تكون المثل وما نجح. يجب أن تكون منسجمة مع بعضها وتكون ماشي. ما نجح لأنه التكنوقراط اللي كانوا بحكومة الرئيس حسن دياب ينتمون إلى أفرقاء سياسيين. كانوا موجودين بحكومة توافقية بشكل غير مباشر. الأفرقاء اللي كانوا بحكومة رئيس نجيب مئات الأخيرة ينتمون إلى أفرقاء سياسيين وكمان حكومة توافقية. نحن عم نقول حكومة أكثرية بالمطلق، يلي بدون ما يكون فيها الأطراف المعارضة، حتى نضمن أنه هذا النظام الديمقراطي عم بيقوم بنا وظيفته كما يجب. يكون في مراقبة للحكومة، محاسبة، مساعدة للوزراء، ويكون في عم تفتح لنا يعني أفق كتير بهذا الطرح. ولكن الميثاق وحتى الفيتو الموجود لكل طائفة بداخل الوزارة بتعيق هذه التركيبة. يعني إذا طائفة ما عجبها بعض القرارات بتظهر من الحكومة، يسقط كل القرار هذا ميثاقيا وغيره. يعني حتى لو كانت أكثرية بيقدروا يستخدموا الفيتو. هيدي مش ممارسة ديمقراطية. نحن عم نحكي عن تصحيح النظام الديمقراطي. نحن نعتز إنه نظامنا الديمقراطي هو الأقدم في المنطقة. صح. وهو كان المثل والمثال لكثير من دول بالعالم الثالث. اليوم نحن انحرفنا عن مسار هذا النظام ورحنا لشيء اسمه ما له علاقة بالنظام الديمقراطي بالفكر السياسي. ما في شيء اسمه النظام التوافقي. في نظام أكثر ديمقراطي، طبيعة ديمقراطية أو نظام أوتوقراطي يعني. وهذا أو نظام ملكي. هو أصلا النظام الديمقراطي لا يطبق في لبنان، الحكم الأكثريات والأغلبيات، لأنه لا يحتمله البلاد. في نقص، في نقطة أساسية كنت عم بسألك عنها، زيارتك للرئيس نبيه بري ومسألة نيابة رئاسة المجلس. الحقيقة زيارتي للرئيس بري كانت من باب التعارف أول زيارة، وما كان وما فتحني بهالموضوع هو بصدق، ولا قال لي إنه حب تكون أو ما تكون. بس أنا بقول لك بكل صراحة أنا جاهز. يعني إذا اليوم الحيادية مطلوبة بهيك موقع والاعتدال والوسطية أنا جاهز. أنا علاقتي مع الكل منيحة، وأنا خلفيتي إنمائية ومؤسستية، بتعرفي أنا جاي مدرسة عصام فارس، ما عندي خلفية حزبية، وبالتالي إمكانية الانفتاح على الكل موجودة. وإذا طلب يعني إذا الواجب اقتضى أن يكون بموقع المسؤولية أنا جاهز. يعني رشحت حالك بمعنى أنا أعلنت أني أنا جاهز، بس مش أنه حأعمل مشكلة إذا ما جيت، لأنه هي امبارح فتنا. يعني إسا كمان بدنا نفسح المجال للناس اللي عندها خبرة وإمكانيات بتواضع عم لك هاي القصة. نعم. وموقفك طبعا قلت انك رح تصوت للرئيس. لا رح صوت للرئيس بري. انا مأمن شوي انه ما فينا نقلب الطاولة 100% بكل السلوك المائي. اليوم رئيس بري عنده خبرة وعنده امكانيات بدنا نستفيد منها ضمن النفس الجديد. هلا انا اجي اقول له، انا شريحة كبيرة بيمثلها رئيس بري، اجي اقول له طلع عاوت وخلص ويلا ونحن بدنا الصدام وبدنا نقلب الطاولة وكل الطبقة طلعت منها، لا في حسنات بمحلات معينة، في خبرة شخصية، في إمكانية، وبعده قامي وطني كبير الزلمي وقادر يعطي. لذلك نحن بالمبدأ بدنا نعطيه. نعم دكتور شربل، هل ستصوتون للرئيس نبيه بري؟ أول شيء من أنتم؟ يعني أنتم مجموعة شربل مسعد وزملاء آخرين عم تنضموا لتكتل، ولا أنتم معزولين عن هذا التكتل بصراحة؟ أول شيء شربل مسعد هو ضمن لائحة بتضم دكتور عبد الرحمن البزري ودكتور أسامة سعد فقط. نحن لا مش فقط، نحن انطلقنا من هون. يعني اليوم بالانتخابات النيابية كنا سوا، عندنا مبادئ مشتركة على أساس خدنا المعركة الانتخابية ونجحنا. فأنا بنطلق من اللائحة اللي أنا فيها
من دكتور أسامة سعد اللي هو شارك بالساحات ب 17-20 كان له دور أساسي بساحة إيليا بصيدا، ودكتور عبد الرحمن البزري. من هالمنطلق نحن منفتحين على جميع الأفرقاء، على جميع النواب التغييريين والمستقلين بالبلد. نحن رح نبلش من هون هلأ، بكرا الله راد عنا جلسة الساعة 5 بدنا نحكي بهالمواضيع كلها. بس كل شخص أو كل نائب بيشبهنا رح نكون نحن معه لنشكل أكبر تكتل بالمجلس النيابي. نحن منا منغلقين أبدا، نحن منفتحين على الجميع، كلنا نشتغل سوا ضمن هالمبادئ المشتركة اللي بدها تكون بيناتنا، والهم الأساسي بده يكون هو الوضع المعيشي للناس. عم تقول كل حدا بيشبهنا. نعم. شايفين من الوجوه الجديدة كتير ناس بتشبهكم ولا لا؟ أنا أكيد. عم بكون مباشرة بالأسئلة. أكيد. لأنه في أمور بدها توضيح، نحن فايتين على تصويت طبعا، فايتين على استفاف، كل واحد يعرف كيف طريقة فكره ومنهجيته. عم ينحكى صحح لي أنه أنتو والياس جرادي وغيركم يعني مش كتير في هالانسجام مع غير صحيح. القوى الأخرى بالعكس، وعم بيصير عندهم اجتماعات ما عم يدعوكم عليها. مش مزبوط، غير صحيح، ودعينا على كتير اجتماعات. بس اليوم بدك تنطلقي، يعني نحن ما صرنا، نحن نهار الأحد كان أول يوم إلنا فعليا. أكيد. يعني ما فينا بيومين، نحن منا حزب منظم. نعم. نحن في أشخاص بعد ما منعرفون وهن ما بيعرفونا. أكيد. فنحن أكيد بده يصير في أعداد، وأنا برأيي أسبوعين ثلاثة بتوضح الأمور كلها بالبلد. نحن ما فينا بكبسة زر هلأ. أكيد أنا في كتير أشخاص التقيت فيهم وبيشبهوني بأفكاري، كل واحد عنده طريقته. بالنهاية نحن ما في حدا بيشبه التاني، نحن ما لنا حزب بقول حزبنا هيك بنعمل هيك، لا. بس في كتير قواسم مشتركة. نحن بالنهاية الشعب انتخبنا لأنه نحن من روح 17-20. نعم. التصويت للرئيس نبيه بري؟ مبدئيا نحن لقلك شغلي، بس ما هي النقطة مش نعم أو لا، بس رح أوصلك للجواب. الرئيس بري قلته ورجع طبعا بقوله. لأنه استحقاق، مش لأنه طبعاً نحن عم طبعاً. نسمي نحن أنا يعني أو مش يعني عم نسمي. بس بدي لقلك شغلي، آخر فترة صرت طالع ثلاث حلقات تلفزيونية، مين بدك تنتخب رئيس مجلس طبيعي، ومين بدك تنتخب رئيس مجلس وزراء. نعم. ومين نائب الرئيس. بس نحن عم ننسى الهموم الأساسية، الشعب، الدولار، البنزين، هودي الأساس. هلا بموضوع إيه، بس هذا استحقاق يا صحيح. دكتور صحيح بموضوع دولة الرئيس نبي بري. نعم. اليوم دولة الرئيس اللي بنحترمه لعب دور إيجابي بكتير من المراحل اللي ما رأيت، كان صلة الوصل، كان يدور الزوايا، ولعب دور إيجابي. نعم. بس بدي لك إنه أنا شخصيا أنا بمثل روح الشباب، ونحن ليحتنا اسمها ننتخب للتغيير، يعني نحن جايين بروح التغيير. هلأ ما في منافس له دولة الرئيس. أنا شخصيا توجهي إنه يكون في تغيير ودم جديد بالمجلس النيابي. بس نحن لو ما انتخبنا دولة الرئيس، بالنهاية دولة الرئيس بري هو منتخب من شعب أو من فئة معينة انتخبته، نحن نحترم هذا الشيء. نعم. ونحن أكيد رح نحط إيدنا بإيد كل الأشخاص اللي بدوا يشتغلوا لمصلحة الناس، وكل فئة أو كل حزب بدها ترجع ترجع الموضة القديمة اللي هي يعطيني من هون بعطيك من هون، نحن رح نكون ضدها. نعم. إذا تحترمون خيارات يعني الطائفة أو الفئة التي طبعاً انتخبت بري، صوتوا له ولا ما صوتوا له، تبدون اليد للتعاون. دكتور طبعاً صلاح، هيدا الاستحقاق انتخاب رئيس المجلس ونيابة رئاسة المجلس عم تعم يعني فوتت المشهد بشكل سريع جدا على صدام، وكأنه ما في شيء بالبلد إلا المناصب. أولا هيدا الطروحات أنه ما بدنا الرئيس بري، علما انه ما في غيره مرشح بالقانون بالميثاق باتفاق الطائف، سميه ما شئت. هل هذا طبيعي يصح او لا يصح؟ طبعا هذا كلام سياسي، انا اؤيد او لا اؤيد. كل فريق سياسي له الحق ان يوافق او ان يرفض، هذا كلام سياسي، ولكن بالدستور بالميثاق بالاصول القانونيه والعرف اللي معمول به، الرئيس نبيه بري مرشح طائفته، مرشح جمهوره، وبالتالي عنده كمان كتلة
متعددة الانتماءات الطائفية والمناطقية بتأيدوا. كنا عم نقول انه محور الممانعة يضم مجموعات من مختلف المناطق ومختلف الطوائف، فبتأيدوا وله حق ان يكون هو المرشح. هذا من حيث المبدأ. هلا من حق المعارضة او الشباب التغييريين ان يعارضوا الانتخاب او يعلنوا معارضتهم لانتخاب الرئيس بري نظرا لما تعرضوا له من شرطة مجلس النواب في المواجهات المعروفة. لا مش بس الشباب، عندنا القوات وعندنا التيار الوطني الحر. ايه لا غير القوات القوى السياسية التقليدية. نعم. يعني والاحزاب. بس اليوم في نائب ياسين جاي على مجلس النواب في رصاصة بصدره. نعم. من شرطة مجلس النواب. هيك بالراس كمان. في راس عفوا. فبالنتيجة فبالنتيجة إن اليوم هذا الرفض إلى حدوده. لما نوصل لمرحلة ساعة الاستحقاق بده ينفرز من هو المؤيد ومن هو المعارض. الشيء الواضح تماما إنه رئيس نبي بري حيكون رئيس مجلس النواب، ولكن بنسبة ضئيلة من الأصوات تختلف عن كل النسب السابقة بالدورات السبعة السابقة. قد تكون أكثرية مطلقة بسيطة وقد تكون أكثرية محدودة يعني، ولكن هذا يعني أنه مش كل الأطراف مؤيدة لانتخابه، ولكن بده يكون هو حكما رئيس مجلس النواب، حكما لانه المرشح الوحيد. مرشح اخر طيب اللي عم يدعو لعدم انتخابه من القوى التقليديه، انه ما ننسى انه 27 نائب شيعي ينضمون تحت لواء حركه امل وحزب الله. ما بدك تجيب مرشح شيعي اخر. يعني الشباب اللي عم بيقولوا لا، مين مرشحهم الاخر مثلا؟ يعني اذا بده يرشحوا حدا مثل ما كان عم يتداول من ان كتله الرئيس نبي بري او كتله حزب الله، يعني بعدنا عم ندور حول نفس المحور. يعني القوى التقليدية اللي عم تحكي بهذا الإطار طبعا هي تسقط مقولة أساسية فرضت نفسها بالسنوات الأخيرة، وهي مقولة الرئيس القوي. إذا تم أو إذا رفض الرئيس القوي بطائفته نبيه بري، فهذا يعني أنه سقطت مقولة رئيس الجمهورية القوي وسقطت مقولة رئيس الحكومة القوي أصلا بغياب الرئيس الحريري. هلأ نحن متوجهين على هيدا ولا باستحقاقات بنمشي فيها وباستحقاقات ما بنمشي فيها؟ يعني بالواقع هذا يعني الواقع أثبت فشل هذه التجربة، أثبت فشل هذا الخيار، بدليل أنه نحن اليوم أين نحن في نهاية عهد الرئيس ميشيل عون. مظبوط في تراكمات كانت موجودة، ولكن الانفجار حصل في عهد الرئيس القوي. الحكومة تعذر تشكيلها بتكليف الرئيس القوي اللي هو كان الرئيس سعد الحريري. مجلس النواب لم يقم بمهامه كما يجب ويقرر القوانين الضرورية لإنقاذ الوضع المالي وخاصة الكابيتال كنترول، رغم أنه رئيسه هو الرئيس القوي في طائفته، في حين أنه بسنة 68 الكابيتال كنترول 67 تم إقرار خلال 3 ساعات من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. بعد اليوم وين منشوفها اليوم؟ بدون ما كان في هذيك الأيام لا كان في حديث عن رئيس قوي ولا كان في حديث عن رئيس ضعيف. كان في شيء اسمه مصلحة البلد تحكم الجميع. اليوم للأسف أنه في شيء اسمه المغانم والمصالح والتسويات والصفقات هي اللي تحكم على مصلحة البلد. دكتور صلاح، أنا بعد شوي بدي فوت تفصيلا على موضوع نيابة الرئاسة وموضوع مقايضة وحكي، يعني خليني أحكي فيها. في مصادر باللواء من يومين عم تحكي عن الوزير باسيل، تقول أباسيل الذي لم يطرح شروطه رسميا بعد ويقدمها لرئيس المجلس لكي يبدأ التشاور حولها، نقلا عن مقربين تتضمن لكي يقبل بأن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة لإعادة تأليفها كما هي بتركيباتها الحالية، باعتبارها تحت برد خارجي وداخلي وتجنبا للدخول بمتاهات، أن يتم تعيين باسيل، يعني الوزير باسيل يشترط تعيينه شخصيا فيها بدلا من أحد الوزراء، وقد يكون وزير الطاقة الحالي هو وزير الطاقة الحالي، أو يكون في وزيرا في أي حكومة جديدة حتى وإن كانت من الاختصاصيين. وتعزو المصادر
إصرار باسيل على أن يكون وزيرا بالحكومة الجديدة كي يتولى الإشراف شخصيا على ملف مشروع تلزيم خطة الكهرباء التي تولى عرقلة إقراره بالمجلس الأخير طبعا حسب اللواء. مصادركم من وين؟ عندي طبعا مصادر مهنية غير قابلة للإعلان. طيب الوزير باسيل بده يجي وزير للطاقة؟ بتذكرك بشغلي، الوزير باسيل قال في خطاب علني باي 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 حكومات التكنوقراط، ما هيك؟ قالنا باي باي، ما هيك؟ واضح، نعم على المنبر بشكل علني، يعني بده حكومة سياسية. نعم. ليش حكومة سياسية؟ حتى يكون هو مشارك فيها آخر حكومة في العهد الحالي، لأنه في احتمال كبير إنه انتخابات الرئاسية لا تحصل في موعدها الدستوري، وبالتالي يكون في فراغ رئاسي، ستتولى الحكومة العتيدة هي مسؤولية صلاحيات وتصريف أعمال رئاسة الجمهورية كما حصل مع حكومة الرئيس تمام سلام. فبده يكون هو عضو في هذه الحكومة كما كان عضوا في حكومة الرئيس تمام سلام. بس فكرة إنه وزير للطاقة هو يسعى لأن يكون وزير للطاقة من جديد، يعني هيدي المعلومة ما بعرف كيف هلأ المعلومة يعززها سحب الوزير فياض ملف التلزيم سيمنز من مجلس الوزراء بآخر لحظة، رغم أنه كان مدرجا على جدول الأعمال، وما بعرف بأي صلاحية دستورية وزير له حق يفوت على جدول أعمال مجلس الوزراء اللي أقر بين أمانتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويسحب عم تربطهم ببعضهم انه بدهم يعني يستكملوا الانجاز. انه الوزير باسيل بهمه اذا في مشروع جدي لحل أزمة الكهرباء ان يكون عييه معايده، لانه صاروا ما بعرف لانه طرح مشروع ازمه اللي عم تقوله 10 سنين احنا بنحكي وبنقول انه وزراء التيار الوطني استلموا لوزارة الطاقه وجابونا العتمه ما جابونا الكهرباء. فهو عم بيقول اذا في مشروع جدي خليه يكون انا راعي، ليش يجي غيري يكون راعي؟ من منطلق انه العرقلة تمت بالاجماع دكتور صلاح، مش ما كانت يعني هل هذا حديث فردية. يطول، ما خلونا نشتغل، هذا حديث يطول بده شرح اخر يعني. نعم استاذ سجيع، طبعا المقايضات السياسية عم بتبلش للأسف طبعا، ولكن هيدا هو حال البلد اليوم. الحكومة المقبلة أيضا مبهمة، مش معروف شو دورة، مش معروف شو شكلها، حتى يمكن نبقى بحكومة تصريف أعمال، وهذا الموضوع أيضا رح يكون في أمامكم عراقيل للتشريع وللشغل الطبيعي لحتى تنتجوا. كيف بدكم تتعاطوا مع هذا الوضع؟ وما بعرف إذا كمان أيضا من المبكر نسأل من مرشحكم لرئاسة الحكومة، أيضا بدي أعرف مين سجي عطية بأي تكتل. دكتور شربل وضح لنا الأقرب لإلهم هن مستعدين يكونوا معهم، أنتم مين الأقرب لإلكم؟ لكي نحن مستقلين بالسياسة، إذا بدك متعصبين بالإنماء بالاقتصاد بالوضع الاجتماعي، جايين من منطقة عم بتعاني عم بتئن في مجاعة. بقولك بصراحة أنا جاي من منطقة كتير وضع الاجتماعي والاقتصاد صعب. أيوه. بالتالي اليد ممدودة لكل حدا ناوي يشتغل بالنفس الوطني. هلأ هو من جزين الحكيم، أنا بتمنى أتعاون أنا وياه على مسائل وطنية شاملة. وبيسوى نحن وأنتو وكل المستقلين اللي ما عندهم انتماءات حزبية أو جاي من خلفيات حزبية نخلق حلقة حوار ونخلق لوبي ضاغط ونكون هالمؤثر إذا بدك، كان بتأليف حكومة، كان بتشكيل مجلس نيابي أو بلجان أو ما شابه، إذا بدك إعداد خطة اقتصادية شاملة نتفق عليها. نعم. أنا إذا بدي يكون مستقل لكون حزب تالي شو له قيمة؟ إذا بدي يكون مستقل لأخذ كوتا وبلش كعبش مع الشمال ومع اليمين شو عملت شي؟ أنا مستقل عن السياسة السابقة اللي كانت سيئة، بس أنا ما بستقل عن العمل الاقتصادي المنتج وعن خطة اقتصادية ناجحة وعن أني اتفاعل مع الكل. قبل شوي عم نحكي عن توزير جبران باسيل، عنده الحق. لا شي اليوم أنا كمستقل بدي أقوله أنت جبران باسيل ممنوع تفوت. لا عنده الحق، بس ضمن أصول وضمن برنامج. يعني اليوم أنا ما بدي أنتقي شخصيات أنه والله لتمثيل بس حزبي وكتلوي، بدي أنتقيهم على مشروع وبرنامج. هلأ اليوم التيار الوطني
فشل بالسابق بصعوبات بعقبات، بيسوى اليوم يقول لي شو خطيته. إذا كان في نفذها ومسؤول عنها وفي وضوح يتفضل، ما في مشكلة. هي بتخضع مع أنه يستلم وزارة الطاقة بعد. هلأ بيني وبينك هو يمكن ما قاله مصلحة فيها، نرجع كلمة بيني وبينك، هو ما قاله مصلحة يستلمها لأنه كانت عبء كتير كبير عليه وصار في مشاكل كتير، بيسوى يستلم شيء تاني ويفسح المجال ويشيل الهم عنه إذا فعلا كان في صعوبة بتنفيذه. يعني كمان في منطقة إذا أطلعت وطاعته المستطاع بيسوى بده شوية ليوني، بدنا نكون فليكسبل شوي بالتعاطي السياسي بالبلد، خصوصا لأنه في ناس قدامنا عم بتموت الجوع. مانا برخاء نحن وقاعدين بدنا نعمل انتصارات وهمية، نحن بدنا نقعد نتكيف، عندنا مشكلة هذه بصدق. هلا موضوع الحكومه الجاي، بس بظل الانهيار الاقتصادي والعمل الحكومي كتصريف اعمال ووجودكم كجدد في عقر بمسار مسار مو طبيعي، يعني انتم ما جيتوا بجو طبيعي، بدنا احتمال ما يكون في جوله الشغل، يعني بدنا الانهيار. هذا 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 اللوبي اللي عم نحكي عنه، بيسوى يكون في حكومه باسرع وقت ممكن. يعني اليوم لازم يكون في غرفة عمليات وطوارئ وإذا بدك استنفار تام على المجلس النيابي وعلى المستوى الحكومي لحتى قد ما فينا نوقف شوي طلعة الدولار ونوقف هالغلا الفاحش. ما بقى فينا نحن نجي والله كل واحد بده يعمل ينظر ببرامج وتكون هالقد خيالية. مين القوى اللي عم تتواصلوا مع أستاذ سجيع هلأ مبدئيا؟ يعني نحن بقولك بصراحة اتصالاتك السياسية مع مين؟ عملنا كتلنا الأساسية، كتلتنا فوق اسمها كتلة إنماء عكار، منتواصل مع بقية الشباب اللي نشحوا معنا فوق لنكون تجمع عكاري شوي، حاول نلتف حول مشاريعنا وحول إمكانيات نتقدم شوي بالمنطقة. عم نمد ايدنا شوي هلا نتعاون مع المنيا مع الضنية لنوصل على طرابلس وصغرتها، يعني عم نحاول نكون كتلة شمالية إذا بديك، لا نكون ضاغطة بمحل معين وممدود اليد على كل المستويات. نعم. يعني أنا بكون مع ابن جزين بكون فخور إذا بتعاون أنا إياه على برنامج وطني، مع ابن بيروت، مع ابن الشوف، مع ابن البقاع، مع المناطق اللي بتشبهنا. لأنه فعلا في ألم ما بقى بالأحزاب السياسية. مع مين تصل؟ مين تصل فيك؟ مين هنيك؟ مين كلهم حكيك؟ كلهم بصراحة كلهم يعني كلهم لا كلهم حكوني كلهم هنوني وأنا هنيت الكل وأنا علاقة طيبة مع الكل، يعني ما عندي مشكل سياسي مع حدا. نعم. لأنه ما بنفسهم ما بنفسهم على شيء. هلأ يمكن عم نحكى شوي بالمنافسة بس أنا بدي يكون بجو إيجابي معهم إذا ما وصلت، يعني مش لأنه أنا جاي لأخذ محل حدا أو جاي للخدمة. نعم. يعني مثل ما قلت لك النيابي معاد هالموقع اللي نعم. هو حكيم رح نرجع لهذه الظروف استاذية. نعم. دكتور شربل، معركة جزين ما كانت سهلة ونحن بدنا نحكي بصراحة ببعض الأمور الدقيقة. قال الوزير بسيل لقد سرق مقعد جزين، يعني هيدي يعني المقعد اللي حضرتك فزت فيه ما كان، يعني كان حرقة قلب لكتار من الأحزاب ولكن انتوا استطعتوا انكم تفوزوا فيه. بتوافق اللي بيقول انه لولا الخلافات بين التيار الوطني الحر وحركة امل وخطأ خطأ التحالفات وسوء التقدير ما كان شربل مسعد فاز؟ لانه خليني احكيك بالارقام، يعني امل ابو زيد عنده ارقام وزياد اسود عنده ارقام وزياد كان نائب اصلا. رح جاوبك بطريقة تانية، يا ريت بتسميلي شي شخصية جزينية بتنزل مستقلة بسبع لوايح بدايرة مثل جزين وبتجيب العدد اللي أنا جبته. أنا ما في حزب كان وراي، ما في دعم مادي وراي، عم بحكي بأصوات تفضيلية. اليوم الأحزاب، هذا قانون الأحزاب، القانون اللي نحن خضنا عليه المعركة هو قانون الأحزاب، القانون النسبي اليوم طبعا هذا قانون الأحزاب. بس يا ريت كل الأحزاب اللي نجحوا والما نجحوا، وحيالله شخصية جزينية بتنزل بالوضع اللي أنا نزلته مستقل بسبع لوايح، ما في ولا أي حزب دعمني، لبل كل الأحزاب كانت ضدي، وتجيب العدد اللي أنا جبته. سينا إبراهيم عزار، سوري يعني مش مع احترامنا الشخصي. نعم. لكل المرشحين ولكل النجحوا ولكل ما نجحوا. نعم. بس اليوم إذا عم نحكي بالأرقام، حيالله شخصية شيلية من حزبة ونزلية مستقلة إذا بجيب قد نص اللي أنا جبته بكون كتير منيح. هلأ يعني بس تمثيليا دايماً اللي بيراقب بيقول جزين لمين؟ للقوات، للتيار، مستقلين بعد بكير ليقولوا مثلا منطقة أو قطاع لإلنا. غير صحيح مدام، اليوم شارب المسعد وليد جزين بيعرفوا أنه من وقت ما تخرج من كلية الطب من 12-13 سنة هو قاعد بيناتهم، قاعد بيناتهم ليل نهار 24 ساعة، ومرقنا بمراحل كتير صعبة بموضوع كورونا. نعم. بيعرفوا كتير شارب المسعد شو عمل بمستشفى جزين والأهل جزين.
يعني مين يعني بدك تلاقي افضل؟ مش رح احكي عن حالي هلا، بس جبرتيني احكي انه مين بكون تلاقوا افضل من هالشخص يمثلكم بالمجلس النيابي. انا ما بطل على اهل منطقتك الاربع سنين مره، انا عايش معهم كل يوم بيومه، كل ساعة بساعتها، ورح ضل حدهم مثل ما كنا. نعم إن شاء الله بيكون في إنتاجية طبعا بهذا المقر بجزين وبغيرها. دكتور صلاح، بهيدا المعركة اللي كانت حاسمة، في سوء حسابات كانت بين القوى السياسية، الخلاف الكبير بين حركة أمل وتيار الوطن الحر هو اللي أدى لهذا؟ ما في شك، في عاملين أساسيين. أولا خلاف بين مرشحي تيار الوطن الحر، زياد أسود وأمل أبو زيد، أضعف جبهة الشخصيتين. نعم. النقطة الثانية، الحساسية المفرطة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، كمان هذه أضعف المرشحي التيار والمرشح حركة أمل مرهيم عزار. الشباب استفادوا من هذه الأجواء الخلافية، لأن معركة مرشحي التيار تحولت إلى معركة شخصية فيما بينهم، وقالوها أثناء اليوم الانتخابي، يعني ظهرت للعلن وفي الإعلام. والمعركة مع حركة أمل تمثلت بأنه عدم عطاء إبراهيم عزار الأصوات التبطيلية من أبناء جزين بالذات، وتحويلها غياب تيار المستقبل دكتور صلاح عن هيدا الساحة كمان. شو؟ لأنه كان في أصوات كانت تنزل بجزين من السنة. ما في شك أنه غياب تيار المستقبل يعني أضعف وضع مرشحي التيار الوطني اللي كانوا حلفائه في الانتخابات الماضية، وبالتالي بالنسبة الأصوات اللي أخذها التيار الوطني بصيدة كتير متدني بالمقارنة مع اللوائح الأخرى وعن المرشحين الآخرين، خاصة دكتور شير المسعد يعني. وبالتالي غياب تيار المستقبل عمل فرق مع كتير ناس يعني. مش بس في بدي احكي عنه بليز الدائرة يعني. ولكن اضعف الحلفاء المسيحيين الذين كانوا يعتمدون على اصوات تيار المستقبل لرفع نسبة الحواصل، أكان تيار ايام التفاهمات او التسويق. تماما. نعم دكتور صلاح، سنيا لابد انه نحكي شوي بالتفاصيل. غياب الحريري اليوم، أو برأيك هيدي الأصوات كلها تسمى تغييرية ولا هي بسبب غياب هذا التيار؟ وين تحديدا فينا نقول أنه هون في أصوات جديدة، وين تحديدا فينا نقول لا هون بسبب غياب الحريري؟ لأنه التداخل كبير وواضح، وما فينا نلغي بالآخر تيار طويل عريض ونقول ما كان له أثر. هو يعني للأسف أنه من ألغى التيار، هذا التيار طويل عريض، هو رئيس التيار. نعم. يعني كان يجب أن يكون هناك تمييز بين استنكاف رئيس التيار عن خوض الانتخابات وتعليق نشاطه السياسي، وبين الحفاظ على التيار المستقبل كقوة سياسية موجودة على الساحة الوطنية. وبالتالي لما جمع الرئيس سعد الحريري قراره بتعليق العمل السياسي وفرضه على التيار المستقبل ومناصريه والنوابه وقيادته، فشطب تيار بشحط طلب من المعادلة السياسية والانتخابية بالبلد. لذلك توزعت الأصوات السنية، تشرزمت الكتل الناخبة السنية، وشفنا حالة الضياع التي سادت فترة بعد تحديد موعد الانتخابات، ثم بدأت شوي تجمع حالها وتلملم الوضع لما صارت اللوائح تطلع لايحة وراء الأخرى، سواء في بيروت لايحة الرئيس فؤاد السنيورة برئاسة قاضي. شو بتفسر أنه لايحة الرئيس السنيورة ما أعطت نتيجة؟ مش قصة يعني فيها أسماء مثل دكتور خالد أبين، فيها ناس وزن. أنا قلت له يعني الرئيس السنيورة شياطين الأرض تحالف ضدك. يعني بالنتيجة من تيار المستقبل لا الأحزاب، لا حركة أمل وحزب الله، لا بقية الأحزاب الموجودة بالساحة البيروتية، إضافة أنه كان في 11 لائحة. هلا بيمسكوا عليك صار تيار المستقبل شياطين. أضيفي أنه تيار المستقبل يقال أعطى أحد اللوائح نكاية بلائحة الرئيس السنيورة، فكل عوامل يعني ساعدت، ولكن عناصر والشخصيات لائحة الرئيس السنيورة كانت كتير محترمة
وتحوط ثقة المجتمع البيروتي، خاصة القاضي خالد أباني، الدكتورة لينا تنير، المهندس بشير عتيني. وقيس على ذلك يعني في مجموعة كانت شخصيات كتير. أخطأ الرئيس السنيورة بهذا الترشيح، كسر الجرة مع عائلة الحريري؟ أنا مش قصة كسر الجرة، أنا بقول مبادرته كانت من الجرأة بمكان أنه ساعدت على الملمات الوضع السني، ليس فقط في بيروت، في بيروت وبقية المناطق، لأنه كان فيه بالأول نوع من ضياع وتردد أنه الرئيس سعد الحريري دعا للمقاطعة، نستجيب للمقاطعة أو لا. مبادرة الرئيس سنيورة كسرت هذا التردد وشجعت كثير على المشاركة في العملية الانتخابية سواء في بيروت أو في الصيدا أو في الشمال. يعني عم نشوف مثلا بطرابلس، يقال أنه حتى بصيدا في ناس من تيار المستقبل دعمت أسامة سعد أيضا على طريقة نكاية. ما في شك من نتيجة الناس عايشة مع بعضها، يعني قد ما حاولوا القيادات السياسية تفصلهم عن بعضهم، الناس بيقربوا بعضهم، بيعرفوا بعضهم، بيسيروا بعضهم، بيرعوا خواطر بعضهم، فهذا الشيء موجود بالمجتمع اللبناني. يعني ما عندنا هذيك الحدية في الصراعات. خلينا نشوف دكتور، أنا بدي أرجع أحكي مع عن كذا مرشح أيضا من الساحة السنية معك دكتور صلاح مخلصنا، في عنا مخزومي، عنا أشرف ريفي، حديث طويل تحكي لنا عن بهاء الحريري أيضا، بس بدنا نشوف غياب الحريري عن بعكار شو عمل، وعنا هادي حبيش ويقال أنه سجع عطيه ساهم بخسارة هادي حبيش. ظلموني فيها. لا وضح الحقيقة، ممنون في السؤال. لكن بغياب الشيخ سعد بعثرت الأصوات السنية ضاعت، وخصوصا في كثافة مرشحين، كنا 8 لوائح على حوالي 56 مرشح، والأغلبية السنية كان ضابط إيقاعه هو الشيخ سعد، يعني بتعرف في عاطفة تجاهه للزلمة. هلا بغيابه وبغياب وعنده أصدقاء كتير بلوائح مختلفة، إضافة إلى أنه كوادر بالمكنة اللي عنده كمان توزعت حسب اللوائح، هذه أثرت شوي وخاصة على الشيخ هادي حبيش. أما أنا أنه ظلمته للشيخ هادي أبدا، لا رح أقول لك كيف نقال. يعني أنت الأصوات المارونية يعني جيرتها لجيمي جبور، وكان اللي كان الإمكانية بصراحة ما كان عندي الإمكانية، لأنه إذا بدي أنا يعني حجمي كتير صغير مش كبير، ما عندي هالقاعدة الشعبية بالألاف لكون أنا مرتاح على وضعي ووزع شمال ويمين. أنا وضحتها للشيخ هيدي حتى هو يتنع فيها، حكى معه الشغلة الثانية جهنيني وطلعت لعنده أنا وياه في صداقة يعني. والشيخ هادي قيمة كبيرة بالنسبة للمنطقة، وعنده خدمات وزلمة واجهة يعني بنشوف حالنا فيها عن جد. بقى لا أبدا، وحتى لو نجح الشيخ هادي أنا كنت بنجح، احنا اخذنا أربع حواصل يعني منه هو المنافس الأساسي لألي، بس هذا القانون الانتخابي بمحل معين بيسمح للشك، لأنه دايما معك باللائحة بيكونوا أخصامك، بيكونوا حلفائك، بيكونوا بالطائف الثاني بلائحة تانية. هلأ نجاح جيمي والله يوفقه نتيجة كان في توجيه ضمني لكواعد التيار بانتخابه، وأنا ضيعت فيها كتير شباب عونيين توجهوا لألو، من هون نحصل هاللغط هيدا. بس أنا أبدا وبالعكس هذه تحالفت مع التيار بالانتخابات؟ لا أبدا أبدا، ما كانوا منافسين، هني بلايحة تاني وأنا بلايحة، يعني نحن يعني بلايحة وهني بلايحة، ما في كتير ما في مجال للتحالف، عشو دي تحالف لا سقط حالي. سارعت بالإعلان أنه أنت ما رح تنضم لتكتل لبنان القومي؟ لا لأنه نزلت بالإعلان أنه أنا منضم للائحة التكتل، لا أبدا، لا حكيوا معي الجماعة ولا حكيت معهم، وأنا عندي لائحتي اللي منطلق منها اللي هي إنمائية فوق، بس ما بيمنع يكون في تعاون على المستوى، يعني الشباب اللي نجحوا فوق كان أستاذ أسعد أو أستاذ جيمي أصدقاء يعني مش بعاد عني، قلت لك أن نحن بحكم العلاقة وهنيتن وهنوني ومنضل على تواصل وحنلتقي وحنكون أبدا عامل يعني مجتمعين حول مشاريعنا، يعني ما في خلاف، ما قلت لك بس نشيل السياسي هيك للشخصية والمنافسة الشخصية اللي ما لها طعمة، كلنا بنلتقي ولازم نوسعها شوي هاي القصة. دكتور صلاح ما بعرف عن هادي حبيش إذا عندك تعليق، وبيلفت إنه أغلب اللي ترشحوا من تيار المستقبل سقطوا، يعني وكأنه يا انتقم الشارع السني يا هني ما عندهم شعبية طلع خارج التيار، شو هالمشهد العجيب بالواقع. يعني أنا هذا القانون بسميه قانون الإخوة الأعداء، يعني حلفاء باللائحة بكونوا ليجيبوا الحاصل، ولكن أعداء بعض بالصوت التفضيلي،
وبالتالي تنطبق عليه وصف الأخوة الأعداء يعني. مزبوط. بالنتيجة أنه كل واحد يصير يحصل صوت تفضيلي لإله بغض النظر كائنا مين معه باللائحة. فاللي صار أنه الأصوات اللي حصل عليها المرشحين الصنة يعني وليد بعريني ومحمد سامين والأستاذ سجيع يعني حصلوا عليها لهني لرصيدهم، في حين كان هو عم يتحارب يمكن من بعض أطراف تيار المستقبل أنه كيف كسرت قرار المقاطعة ونزق وترشح معطوا أصواتهم نكاية راحوا لمحل تاني، أو في اعتبارات أنا الحقيقة ما متابعة تفصيليا. يعني المشكل بالقانون مش أنا اللي شايف أولا المشكل بالقانون، تانيا أنه وضع تيار المستقبل مثل ما قال الأستاذ سجيع بعقار يعني بعده عاطفيا حول الرئيس سعد الحريري إلى حد كبير. نعم. وللكتلة اللي واللائحة اللي حصدت أكبر عدد من المقاعد كانوا أعضاء بتيار المستقبل بكتلة تيار المستقبل، وبالتالي إنه الناس توجهت لهم. فمن هون يمكن الشيخ هادي ما بعرف شو صار معه بالآخر، ما كنتوا حدا من تيار من ما كنت تيار مستقبل سابقا اشتغل ضده حتى وصل لهذه، لكن ظلم هذه هي ظلم بمحل معين في ضياع عكار العتيقة اللي هي خزان الاساسي له كان ياخذ فيه 1200 صوت بمشكله. نعم. الأموعة ومشكله عكار العتيقة كون وليد البعريني متحالف مع هادي قطعوا لهادي معطوا. اضيف كمان انه المكنه المستقبل كانت اساس هي بدعم على اساس كلنا متكلين عليها بدعم اللائحه، كان في محاربه دوليه لنا يعني بيخفى انه القوات ما كانوا مدعومين وكان عندهم الامكانيه الماديه كبيره واخذوا اصوات كبيره، بيخفى انه كمان التيار الوطني ما عنده امكانيه ونواب موجودين وكمان في كان في دعم لمحمد يحيى ولليحتهم بالحاصل كثير كبير، يعني في احزاب الحزب القومي الحزب الله حزب البعث كله تعاطف معنا واعطاهم قوه دفع كثير كبير، هذه اثرت كمان علينا شوي. في 40,000 صوت اتاخذوا على 5 لوائح ما كانوا ضمن المنافسة، هؤلاء أخذوا أكلوا منا نحن، يعني ما أكلوا من اللوائح اللي كانت الأحزاب. يعني بلوكات الأحزاب توزعت الأصوات وما ربحوا ما ربحوا شيء، لأنه بلوكات المسيحية اللي كانت بهاللوائح ضلوا مثل مينون، إنما الأصوات الصينية اللي اتبعثرت واتاكلت منا نحن عمليا. نعم. دكتور شربل، طبعا هناك يعني نائب في جزين أيضا من القوات اللبنانية غدا أيوب، صار تواصل مع بعضكم؟ رح تشتغلوا لمصلحة المنطقة مع بعض ولا بتشوفي تباعد سياسي بيناتكم؟ بتشوفها منافس ولا شريك؟ أنا بالنسبة لي الانتخابات صارت وراي يعني، وأنا جيت مثل ما قلت جيت حامل صوت الناس وجاي لأخدم منطقتي، هي الهدف. أنا ماني راكد ولا وراء مناصب معينة، أنا جاي بكل طاقتي وكل قدراتي سخرة لمنطقتي منطقة جزين. تواصل جدي؟ لا، ما صار أي تواصل لحد الآن، بس برجع بقلك نحن ما صارنا كم يوم يعني نواب، بس في إمكانية أنه يصير بعدين. ما أنا شخصيا ما عندي مشكل مع أي حزب لبناني، أنا كل حزب بده يشتغل لمصلحة الناس أنا معه، وكل حزب بده يرجع مثل ما بقوله على الدقة القديمة مرق لي تمرق لك، رح كون ضده علنا، لأنه برجع بقلك ورح أرجع كررها، أنا مرجعيتي هي الشعب ثم الشعب ثم الشعب. وبالسياسة دكتور أسامة سعد؟ سياسي كيف أي ناحية؟ يعني بكل القرارات المصرية أنتو كتلة عم تقلي. نحن كتلة أكيد. نزلتوا مع بعض؟ طبعا طبعا، نحن بيصير في تشاور بهالموضوع. يمكن نختلف على بعض القصص يعني بهيدا التمايز، خليني أقول دكتور أسامة يتميز عن الآخرين، خلينا نحكي عن سلاح حزب الله أو المقاومة. كيف يتميز؟ يعني هو من الناصريين بالآخر. نعم. دكتور أسامة سعد. نعم. يعني أنتو بكتلة عند موقف معروف مسبقا من هذا السلاح أنه يمكن مهادنين أو أنه تعتبروا طبيعي. لا نحكي، لا احكي يا ريت. يعني بعتقد دكتور أسامة بال 2018 غير دكتور أسامة بال 2018، بغض النظر عن أنه الدور الخارجي لحزب الله ببعض المناطق، عم نحكي كسلاح ضد إسرائيل وغيره، هم ناصريين يعني الجماعة. أعطيك رأيي بموضوع أكيد رأيك الشخصي. رأيك الشخصي؟ رأيي الشخصي أنا مع حصر سلاح بإيد الجيش اللبناني. نعم. والجيش اللبناني هو ياخذ قرارات السلم والحرب ك
كل شيء له علاقة بالسلم والحرب هو بده يكون بإيد الجيش اللبناني. بس اليوم هذا السلاح موجود، نحن بدنا نوصل للهدف اللي بدنا إياه، إنه يكون هذا السلاح بإيد الجيش اللبناني. طيب اليوم أنا كيف بدي حارب العدو الإسرائيلي وجيشي لهلأ لا يملك العتاد والأسلحة الثقيلة؟ يعني أنا بدي أطلب وأسعى بكل جهدي بكرة لأدعم وقوي جيش اللبناني. وين الطائرات اللي بيملكها الجيش اللبناني؟ وين الصواريخ المضادة للطائرات ومضادة للدبابات وإلى آخره؟ يعني الأسلحة الثقيلة مش موجودة عند الجيش اللبناني. من هالمنطلق نحن ما نجرب ندعم قد ما فينا الجيش اللبناني ليصير قوي، وبس يصير الجيش اللبناني قوي أكيد ما فقى في داعي لسلاح حزب الله بعد أكثر من هيك. اليوم هذا السلاح يعني بالنهاية حزب الله هو شريك إلنا بالوطن، شئنا أو أبينا هو يمثل شريحة كبيرة من إخواننا بالوطن، وما نعيش سوا بالنهاية نحن. طيب خلينا نقعد على نفس الطاولة، شو الهواجس عند حزب الله؟ ليه حزب الله مسك بهذا السلاح؟ يمكن يقلك هيدي ورقة تفاوض بتقويلي مفاوضاتي. طيب شو إيجابياتها شو سلبياتها؟ يعني اليوم بالحوار، بس الهدف من هذا الحوار كله نوصل انه الجيش اللبناني هو الوحيد اللي لازم يدافع عنا. وبرجع بقلك مثل ما قال دكتور أسامة سعد بكذا مناسبة، انه اليوم المقاومة منا حكر على حدا، نحن كلنا مقاومين، ونحن إذا العدو حيلا عدو بده يهدد أراضينا نحن كلنا لازم يكون وراء الجيش اللبناني وندعم الجيش اللبناني. طرح استراتيجية دفاعية وطاولة حوار طبعا بشكل أولي ولا في أولويات قبل؟ هلأ إذا بدي أقولك أنه الأولوية هلأ سلاح حزب الله أكيد لا. هلأ الأولوية أنا بالنسبة إلي نحن نجتمع بمجلس النواب ونحط قانون بقى هو يحدد سعر صرف الدولار، اللي ما بعرف مين هالأشباح اللي عم تحدد هالمنصات هيدا اللي مش قادرين نعرفه، قلنا من 2019 مش قادرين نلقي القبض على الشبح. هيدي الأولوية إلي. هلأ هالعالم اللي عم تجوع، هيدي العالم اللي ما عم تلاقي أدويتها، هالعالم ما عم تقدر تفوت على المستشفيات. يعني أنا طبيب وبعرف هيدا الشيء، في كتير عالم ما عم تقدر تجيب أدوية السكري والقلب تبعها، في كتير عالم عم تهموا الحالة، ما عم تراجع طبيب، ما عم تروح على المستشفى. في أدوية مفقودة دكتور أكيد بتعرف، يعني في أدوية بطلت بالساحة اللبنانية. أنا هيدي أولوياتي هلأ، بس برجع بقلك كمان أنا دعم الجيش اللبناني والقضاء. طيب هذا القضاء يعني إذا بدك ما في استقلالية بالقضاء. بعدين في شغلة أكتر بدنا نقول عن موضوع القضاء، يعني اليوم خلينا نحن كبكرة بمجلس النواب نحدد مهل للبد بالدعاوى. يعني ما تغزيني اليوم دعوة صغيرة بموضوع مالي بترح لسنتين ثلاثة أربعة، طب ليه؟ خلينا نحط قوانين تحدد مهل لكل الدعاوى اللي يبتوا فيها القضاة. يعني اليوم الدولة اللي ما فيها قضاء والما فيها جيش هذه ما لنا دولة. أنا هاي بالنسبة إلي، بس برجع بقول لك الوضع المعيشي. هذا السؤال بما يتعلق بالسلاح، لأنه النواب الجدد أظهروا إنه هيدي أولويتهم اليوم على أساس إنه انهار البلد بسبب هذا السلاح، ما اعتبروا إنه في انهيار معيشي مسبق عمره 30 سنة وغيره. الأولويتكم وين؟ أنا أولويتي حاليا هي الوضع المعيشي. الوضع المعيشي طبعا. أوكي طبعاً. دكتور صلاح أنا بدي تعليق على موضوع السلاح وال حماس التغييريين تجاه طرح استراتيجية دفاعية أو اعتباره الهم الأول. أولا ممكن يجيب نتيجة هذا الأمر، أو أنه فقط للاستهلاك الإعلامي الشعبوي، أو أنه لا ممكن يوضع أسس حقيقية لطاولة حوار تجيب يعني تحط خطة. لا هذا الموقف يعبر عن شرائح كبيرة بالمجتمع اللبناني، وبالتالي ليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي أو الاستهلاك السياسي أو للمزايدات يعني. ولكن المشكلة وين؟ إنه نحن اللي عم يطرحوا هذا الموقف ما قادرين ياخذوا أي تنازل من جانب حزب الله بموضوع السلاح، لأنه حزب الله هو الطرف الأقوى ويرفض الخوض في هذا النقاش. وبالتالي الفكرة هي ماضية على الوقت هلأ. ايه يعني هو اقصى شيء مثلا انه نروح نحكي بالسياسه الدفاعيه، نحكي صار عده طاولات حوار بالسياسه الدفاعيه ما وصلت لنتائج، ولكن اهم ما انتجته طاولات حوار ايام الرئيس ميشيل ستامين علينا بعبدا،
يلي ينص صراحة على سياسة النائب النفس وعلى اعتماد سياسي دفاعي لوضع السلاح بإمارة الشرعية. ولكن للأسف أنه بعد 24 ساعة الحزب تنقل لتوقيعه على هذا الإعلان ورجعنا لنقطة الصفر من جديد. هلا بتقولي لي أنه الحزب بيقدر ياخد قرار يخلى عن سلاحه ذاتيا، بليك الشغلة كتير كبيرة هاي قد لا تكون بمقدور الحزب داخليا وقيادته اللبنانية أن تأخذ مثل هذا القرار، لأنه لا هذا السلاح لا احنا مش عم نطرح النتائج دكتور، عم نطرح الأجندة الموجودة عند التغييرين. هذا السلاح صار له دور أقليمي وبالتالي ما عاد له دور فقط بالداخل اللبناني. أكيد شعور فائد القوة عم يستخدم حزب الله بكتير مناسبات بكتير مواقع وكتير قرارات، ولكن مصير السلاح أنا أقول هذا صار خاضع لتسوية إقليمية أكثر ما هي تسوية داخلية. رأي الأستاذ سجاد قبل ما أخذ بريك بهذا الموضوع. ليكي أنا بهالموضوع هذا في شقين من السلاح، في سلاح حزب الله اللبناني اللي مقاوم، واليوم من كم سنة طلع عنا سلاح حزب الله المنتشر في بعض الدول العربية، واللي هيدا كان أساس ب إذا بدك خصومة أو زعل أو يعني إذا بدك تطويق شوي لبنان والضغط على لبنان بدول عربية دول الخليج. نحن ما فينا نطلع من علاقاتنا مع الدول العربية، نحن ما فينا نطلع من انفتاحنا الاقتصادي والاجتماعي مع الدول العربية وخاصة الخليج والسعودية ومحيطها. بالتالي أنا اليوم عم أقول لحزب الله أنت شو بقى جدوى انك تضل تخلي هالحجي، سواء كان هالسلاح حجي او مزبوط او مش مزبوط. ما الدول هايدي اللي طلعت عليها خلص ديجا مشي حالها، وسوى في تسويات وفي سفارات عم تفتح والامور ماشي منيحة. على اللي يرجع على لبنان اول خطوة منه هايدي اليوم قبل بكرة، لحتى لانه الهاجس اللي عندنا نحن هاجس اقتصادي اجتماعي، وانا بقول لك مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي اليوم قبل اذا سلاح معه ولا مش معه ولا حيستعمله ام لا، علما انه ما بتنبنى دولة بجيشين، علما انه السلاح لازم يكون تحت اداره وحده، علما انه لازم سلاح حزب الله يوصل لوقت هذا الشغل الطبيعي. وانا مع تكريم شهدائه ومع اعطائه كل الاهميه وخلق اطار اذا بدك حرس حدود، في كثير افكار هي بتنبحث مثل ما تفضلوا الشباب بحوار باستراتيجي. بس اليوم قبل بكره لازم يعلن حزب الله انسحابه من الدول العربيه، لاني انا بحاجه للانتعاش الاقتصادي، لأنه عندي عائلات هونيك، لأنه عندي شعبي هون، لأنه مطلوب من الاستثمار. تحكي عن الدول العربية بالجملة، عن الدول العربية حتى ما يعني يأخذ هذا الكلام عام. أغلب الدول مين يعني سوريا أنا مع الانفتاح لها قد ما بدك اليوم قبل بكرة. لا سحب حزب الله من الدول العربية. هلا هذا شغلة يمكن مثل ما قلت فضل الدكتور صلاح إنه هذا شغلة إقليمية، بس أنا اليوم بدي أشوف مصلحتي ولادي عم بيجوعوا. نعم. طيب اليوم حزب الله ما عنده ناس ببيئته وعم بتجوع وعم بتأنه وصار على ضغط. ما عنده إياها، بدأ إعادة تقييم. من هون كنت عم أقول بداية حديثي بدنا نقيم شوي سلوكنا، لأنه إحنا قدام محطة تاريخية بحق شعبنا وبحق وجودنا. طبعا برأي حزب الله برأيهم هذا التدخل هو اللي جاب يعني اللي فقد الحصار قوته اللي كان مفروض على البلد طبعا باعتبارهم اللي كان مفروض من 2019 لليوم، وانه هذا الوجود هو اللي خلى يفوت مزود وما الى هنالك. وما نفكر في تعارض كبير استاذ سجيع بالمنهجية التفكير في هذا البلد. طيب بدنا يعني نقاش بين الاكثريات والاقليات، واضح نقاش هذا الموضوع. نحن عم نعمل بريف صغير يعني ما بيخلص ابدا. بريك مشاهدينا ونعود لبديبلوماسية. كان في اليوم موقف لوزير خارجية السعودية، نسأل عن موقف الدولي من هذه الانتخابات وهذا الزخم اللي كان موجود قبل الانتخابات لكن بعد الانتخابات، بعد ما عرفنا ماذا سيقدم المجتمع الدولي للبنان. بريك. عودة لبديبلوماسية مع النواب الجدد سجاع عطية شرب المسعد والدكتور صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء. راح بلش هذا القسم معك دكتور صلاح. اليوم كان في كلام ملفت لوزير خارجية السعودي، فينا نعتبر أنه أول كلام مفصل بعد الانتخابات، على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة والتغيير، وموضوع حزب الله بيدهم. يقول نحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان، إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله. على اللبنانيين أن يقوموا بهذه الإصلاحات والتغيير، وموضوع حزب الله بيدهم.
وانهيار الدولة اللبنانية أمر خطير، ينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك. إننا معنيين بعودة العملية السياسية في لبنان، وينبغي على كافة الجهات العمل على ذلك. الانتخابات قد تكون خطوة إيجابية، لكن من السابق لأوانه قول ذلك. إلا إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله. شو رأيك؟ هذا أولا يؤكد اهتمام المملكة بوضع لبنان، رغم كل ما أكيد سابقا أنه المملكة أدار الضرر للبنان وتركه يتخبط بأزماته. هذا دليل أنه اليوم وزير الخارجية عم بقول إحنا عم نتابع ما يجري في لبنان ومنتظرين الإصلاحات. مجرد ما يطالب بإجراء الإصلاحات وبإسراع بالإصلاحات، ما هذا يعني إنه المملكة العربية السعودية جاهزة لمد يد العون والمساعدة للبنان للخروج من أزماته الحالية. وبدون إصلاحات لا المملكة ولا غيرها من الدول سيقدم أي مساعدة، لأنه ما في ثقة بهذه المنظومة وبهذا الوضع الفساد الذي نحن نغرق به يوما بعد يوم. والنقطة الثالثة، عم بقولوا نحن العملية الانتخابية إيجابية، وكمبدأ أكيد كمبدأ ديمقراطي عملية انتخابية إيجابية، ولكن كمان هو حذر بالحكم على عم بيقول من السابق لأوانه قول ذلك. نحن كنا مفكرين أنه الانتخابات رح تغير بسرعة هي التوجه نحو لبنان. يعني هو حذر بالحكم على نسبة التغيير نتيجة العملية الانتخابية، لأنه عبول من السابق لأوانه يعني مش راضين عن النتيجة. لا بالعكس اللي أنا بعتبره توصيف واقعي وذكي، إنه بدل ما يستعجل يترك أي حكم سلبي عم إيجابي عمال يعطي الموضوع. طيب خليني فصل هالموضوع معك، لأنه في موضوع أساسي حكى عنه أكثر من مسؤول لبناني شغل بال اللبنانيين. موقف السفير السعودي وليد البخاري، اعتبروه عم بزف الانتصار، بينما وزير الخارجية يعتبر أنه من السابق لأوانه أنه نعتبر أنه الانتخابات النيابية يمكن غيرت. ما بعرف أنا إذا في تفاوت أو في انسجام أو توزيع أدوار، ما بعرف. زف السفير السعودي انتصار ما أو فهم كذلك؟ لا، السفير السعودي كان لا يزف انتصار ولا يتكلم عن هزيمة، يعني لا. كان عم يحكي عن نتائج انتخابات حصلت، وفريق التغيير وفريق المستقلين والفريق المعارض لهيمنة الدويلي كان منتصرا فيها، وكان عم بقول انه هذه نتيجتها، وكان عم بيعلق على خسارة بعض السياسيين اللي مقعدهم النيابية معروفين من يعني بدون ما نسمي يعني. وبالتالي انا ما بشوف انه كلام يعني بدها توضيح، يعني مشان اخذت كثير ما بشوف انا كلام السفير يتعارض مع كلام وزير الخارجيه. بالعكس انا بشوف كلام وزير الخارجيه ذهب ابعد من كلام السفير بالتاكيد على الاهتمام بالوضع اللبناني وعلى متابعه ما يجري في لبنان وعلى الحرص على وقف الانهيار في لبنان، لانه عم بقول انهيار لبنان موضوع خطير، انه بيشكل موضوع خطير من معناته نحن ما بدنا نوصل نخسر لبنان كدوله وكبلد بهذا الانهيارات المتوالي عليه. نحن بالعكس مستعدين للمساعده، ولكن فرجونا هالاصلاحات اللي بتحكوا عنها وما عملتوا شيء منها. نعم. وكلنا بنعرف انه اليوم المملكه العربيه السعوديه كانت المتبرع رقم واحد بمؤتمر السادة بال 2018، قدمت أكثر من 500 مليون دولار وعلى قابلية لزيادة هذا المبلغ في حال نفذت الحكومة اللبنانية الإصلاحات التي تعهدت بها، ولكن للأسف أن الحكومة اللبنانية ما نفذوا شيء. حكومات المتعاقبة سواء حكومة الرئيس عبد الحريري ولا حكومة الرئيس حسان دياب أو حتى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، دكتور صراحة في كتار يعني بيعتبروا أنه ما بعرف إذا بتوافق هذا الرأي، أنه المجتمع الدولي وحتى الدول العربية ما عم بتساعد لبنان مش لأسباب إصلاحية إنما لأسباب سياسية بانتظار التسويات. هل لا تؤيد لا ذلك؟ لا لا لا، يعني هي الفكرة مش أنه نحن ناطرينكم أنه مثل بالصف أنه صلحوا بنعطيكم ما تصلحوا ما بنعطيكم، لا، في منطقة وفي حسابات وفي ربح وخسارة. حكينا هلا منقول كنا مؤتمر ساد
11 مليار دولار تقررت ما هيك بين مختلف الدول كان نعم. شركة بالمؤتمر كان شرط تنفيذها وتسليمها للبنان تحقيق إصلاحات. هذا متى؟ قبل اندلاع ثورة 17 تشرين وقبل حصول الانهيارات التي تلتها المالية والاقتصادية. إذن شرط الإصلاح كان دائما موجود، حتى بقولك أكثر من هيك. نعم. شرط الإصلاح كان موجود في مؤتمر باريس 2 أيام الرئيس رفيع الحريري. صحيح. اللي رجع فيها بسبع مليارات دولار، ولكن بوقتها كفالة الرئيس رفيق الحريري، مكانته الدولية، مساعدة الرئيس جاك شيراك، وجود الملك فهد بالسلطة بالسعودية تساهلوا مع لبنان وعطوه مساعدات قبل تحقيق الإصلاحات. بس اليوم الظروف تغيرت. 2018 كان الشرط كتير واضح، كل الدول أجمعت إذا ما في إصلاحات نحن لن رح نحكي بعد شوي عن إذا في أيضا تعاون فرنسي سعودي كان واضح بمرحلة سابقة. شو عندك معلومات بهالإطار؟ على قصة إنه ما في مساعدات لأسباب سياسية تسويوية، إنه الصندوق السعودي الفرنسي المشترك هذا قبل الانتخابات، قبل الانتخابات صار رح يبلش بعد الانتخابات مباشرة. 74 مليون يورو ستوزع مباشرة على المؤسسات الإنسانية اللبنانية، اجتماعية وتربوية والخيرية، ولن تمر عبر أي قناة رسمية. هذا شو بيدلل؟ إنه عدم الثقة بعد طالما ما عملتوا إصلاحات كدولة وكحكومة نحن لن نسلمكم أي مساعدة. بالعكس، من هون أنا بقول أهمية اللي قاله اليوم الوزير السعودي إنه تفضلوا عملوا إصلاحات ونشوف نحن شفينا نساعد. بس دكتور صلاح، قبل الانتخابات المجتمع الدولي كان كتير مهتم بهذه الانتخابات. اليوم ما بعرف إذا من المبكر الحديث عن خلينا نقول تأخر أو إعادة قراءة، أو لبنان مش على الطاولة. ما بنعرف حتى على صعيد الأمريكيين تحديدا والفرنسيين في تأجيل للملف، ولا النتيجة مش كتير ما بعرف. خلينا نتذكر شغلي، معلش، كان كل يوم الانتخابات في موعدها. صارت الانتخابات بعد ما سمعنا مواقف دولية، طلع بيان أمريكي أشاد بالانتخابات، إجراء انتخابات في لبنان، كما طلع بيان وزارة الخارجية الفرنسية كمان أثنى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في لبنان، واعتبروا العملية الانتخابية كانت ناجحة. لا على صعيد الدعوات كان ماكرون موجود وكان عندنا أجندة بكير، يعني يلا إلى العمل خلينا نقول إذا صح التعبير. خلي النواب الجدد يفوتوا على مجلس النواب، خلينا نشوف ونقول إنه بلش العهد الجديد، يعني بعد بكير بعد يعني. نعم، واضح. دكتور شرب المسعد، قبل الانتخابات نحكى كتير عن دعم سفارات لإلكن لكل حدا تغييري مش لشرب المسعد تحديدا، وانه هذا الاهتمام اللي عم نحكي فيه من المجتمع الدولي اساسي. هل هيدا الشيء انتم واجهتوه؟ هل كنت موجود شفت هذا الجو ولا منه صحيح؟ 0% دعم. احنا لحقتنا حتى بالحديث عن اسامه سعد تحديدا صار في اتهامات كثيره له قبل الانتخابات انه عم يتغير الدكتور اسامه، كيف هيك صار تدخلوا السفارات؟ في شيء توضحه؟ أنا اللي بدي أقوله إنه نحن ليحتنا اللي بتضم إنه أنا ودكتور أسامة ودكتور عبد الرحمن وكان معنا بعد دكتور سرحال والعميد داغر، مشكلتنا بليحتنا كانت تفتقر إلى الدعم المادي، وهذا الشيء أنا ما بخفي عليك، بثلاث أرباع الكرة بمنطقة جزيرة ما كان عندي مندوبين، حتى ما كان عندي مندوبين على الفرز، عانينا من المشكلة المادية. وبرجع بقلك أنا ما بستحب هالشي وبقوله إنه نحن الحمد لله المحبين والأشخاص اللي بيوثقوا فينا هن اللي انتخبونا، ما اشترينا مثل غيرنا بعض الأصوات بالمال. العالم كله بتعرف مين كان معه مصاري بالانتخابات وين كانت المصاري لمين عم تتوزع ومين اللي ما كان معه مصاري. الحمد لله ما في سفارة دقت بابنا، نحن اللي دقوا بوابنا هن العالم اللي بحبونا. وبرجع بقليك نحن مشكلة لايحتنا الأساسية هي كانت تفتقر إلى الدعم المادي. ومع ذلك فزتوا. مين اللي كان عم يتوزع له أموال؟ يعني هلا يعني قوة سياسية ولا ما يعني كلنا شفنا بالانتخابات إنه صار في مش فريق معين، بس يعني شفنا إنه صار في
مال مش طبيعي. كيف خلق هالمال؟ يعني ما بعرف أنا إذا بدي أسحب $100 من البنك ما بعرف بنعمل 100,000 عملية و 100,000 معاملة وما بخلونا نسحب مصاري، منين إجت هالدولارات كلها بالانتخابات؟ حدا يفسر لي كيف خلقت هالمصاري فجأة؟ وعند كتير أحزاب، يعني مش عم نحكي عن جهة معينة، منين إجوا هالمصاري كلهم؟ طيب وهالمصاري اللي انحطت كلها بالانتخابات لو انحطت للإنماء بالقرى ما كان أفضل؟ يعني نحط مصاري أكيد أفضل من الإعلانات الطرقية على القليل، فينا نعطي رقم وغيرها، وفي مصاري توزعت على العالم في شنو كانت عم تبرم بتضيع وين ما كان عم يجوعوا العالم. بس غريب يشوع. يعني الكل عم يحكي عن هالنقطة دكتور شربل بس ما حدا قدم يعني دلائل دامغة أو جمعوا، يعني لأنه كل شيء بيتقدم بيتهاجم بالسياسة. وين لجنة الإشراف على الانتخابات؟ ما شافت إنه في شيء غلط باعتراف الجميع؟ ما شافوا؟ وين كانوا؟ ما شافوا في مصاري عم تتوزع بطريقة يعني شيء مثل الكذب كان؟ ما نحن لمسناه يعني. بعدين اللجنة الأوروبية اللي كانت عم تراقب بعد عملت تقرير وذكرت هذا الموضوع بتقريرها، بس للأسف يعني برجع بقول لك نحن جينا لنغير بقى هذا الشيء. يعني ما بعرف يعني كيف إلهم عين، كيف إلهم عين يوزعوا هالمصاري؟ يعني جرت العادة بكل انتخابات، شو هذا الناس صوت الزبونات بكل انتخابات بنشوف هالتجاوز. أكيد أكيد لو ما كان ناس صوت الزبونات، يعني مثل السوق جيب لي 50 جيب لي 30، طلع السوق الصبح بثلاث ملايين نزل على المليونين، بقعد جيب يلا جيب شوي فوت طلع. للأسف واليوم اللي بده ينجحوا بالانتخابات خلص اللي بيملك المال، بس تملك المال انت خلص ملكت الاصوات بتفوت على الناد بالنيابي. ما كان يعني من انتخابات هيدي بصدق من انتخابات، وانا لمت هيئة الاشراف على الانتخابات هيدي كانت هي يقال انه ما لها صلاحيات، يمكن بس بتعد بس ما حكيت دوني ما عملت ما حكيت شيء. خلصت الانتخابات ما في ولا مخالفه بلبنان ابدا كله تو فابيان. هيدي هيئه شاهد ما شافش حاجه يسلم تمك. انا سميتها هيئه الشوبينج بتاع بس شافت الشوبينج كيف كان عم يحصل بالبلد وما عملت شيء. طيب وين كان انتو؟ تاني شيء المجتمع الدولي اللي عم يشرف على الانتخابات مثل ما قلتي لفت عليه لا سلبي ولا ايجابي، هيصوا بدل الانتخابات وبعد شوي ايش الانتخابات هلا ما شفناهن عملوا كيو ولا ما في شيء. طيب وين انتو؟ يعني كيف الدعم؟ كيف كنت تعزل؟ يعني ما بتوافق انه بكير الموقف مثل ما عم بيقول دكتور صلاح؟ لا مش بكير، انا اليوم انه انا بدي اعطيكي مثل وانا بدي احكيها بشجاعه. هذيك اليوم مفتي حسن خالد الله يرحمه عملوا له السفاره السعوديه ذكرى. طيب وين الافتاء؟ ليش ما عملت بالافتاء؟ انا ما بحب التدخل الدول، يعني انه انا بتعمل اصلاح بساعدك انه هالمنحة السلبي مع احترامي للسعوديه وبدنا اياها وبدنا ما بدك شروط. انا ما بدي شروط، انا يعني بتعصي عدني بالاصلاح. بس مين بده يساعدك يا استاذ سجيع وانت دينك ما بترد؟ بدنا مساعده بالاصلاح. انا صندوق النقد الدولي قعد شهرين ثلاثه يفوض هون ما حدا يسمع له، الواحد يحكي رأي شكل. كيف تنعمل الدوحة اثنين؟ كيف تنعمل الطائف الزمن؟ انه هلأ السعودية ما بقى فيها تضحي معنا شوية وقت ونقعد انه لا زبطوا حالكم لزبطكم يا عمي. ما مشكلة بحالنا، نحن المشكلة فينا، دعوا نطفي دوا الزوايا وساعدونا مثل ما كنتوا تعملوا. وتاني شيء هي المشكلة انا بدي الإيجابية وصاية عربية دولية والله ما حتزبط الا هيك. لبنان خدها مني اذا على بكره بعد الانتخابات هذا هيك معناته. هلا شو معنى التدخل؟ انا اعمل ذكرى لمفتي بالسفارة السعودية ولوم النواب اللي اجوا؟ لا خليني هيدي ذكرى وطنية يعني وطنية بنعملها الافتاء بيتم الاحياء. خليني اقول لك شغلة، انا استغربت يعني لقيت مشهد هيدا اسمه المنطقة الثقافي اللبناني السعودي الخامس. قبله سبقوا أربع مناسبات مشابهة. أول واحد للمؤرخ ريحاني، أمير ريحاني أول واحد. تاني واحد للإمام محمد مهدي شمس الدين. تالت واحد يمكن جبران خليل جبران. والرابع من الحقيقة ما ذاكر، وهذا الخامس. فهيدا يعني سلسة لقاءات ملتقيات عم تكون بلش السفير وليد بخاري مش حوالي سنتين. إذا أنت ضد الشروط أنا ضد الشروط أنا ضد مع طلب المساعدة تاع ساعدونا بالإصلاح، لأنه إحنا بعدنا أسا ما صرنا جاهزين، أسا عنا مشاكل. بس برأيك بعد بيوسعوا أنه يحطوا المليارات في هذا البلد ويتم سرقتها؟ ليش المشكلة بس بسرقة المليارات ولا بموضوع النقاش حول الانتماء والعلاقة مع المجتمع العربي والدولي؟ ما نحن مشكلتنا خارجية أكثر ما هي بس مالية. نحن المشكلة الخارجية اللي أثرت علينا مالية. في كثير مسائل بالسياسات كل واحد فتح على حسابه بعلاقة. الشيعة بدن إيران والسنة بدن السعودية وما بعرف المسيحية بدن فرنسا. سجي خليني أقول لك الكهرباء
والمي والمستشفيات والنظام التربوي ما له علاقة بالصراع الإقليمي. نحن بدنا يكون في عنا دولة قادرة تقوم بهذه المهمات بغض النظر شو هويتها. نعم. نحن عم نحكي كنا قبل شوي الأكثرية تحكم والأقلية تعارض كائنا من كانت هذه الأكثرية، بس هول بدنا هول الشغلات المعيشية الضرورية، بدنا ودايع الناس وين راحت مثلا، هدول شو العلاقة بالصراع العربي الإيراني مثلا منعكس على الإدارة الذاتية، منعكس على إدارتنا لشؤون بلدنا. ما نحن عم نتخبى عم نرمي دايما مشاكلنا على غيرنا، مثل المثل الشهير دايما نقول حق الطليان، ما بنجي نواجه نحن مشاكلنا بأنفسنا، إنه تعي خلينا نطفي. ليش أنت رفضت مشروع الكهرباء هذا السيمنز؟ مش أول مرة عم ترفضوه، طيب فسرونا ليه مثلا؟ طيب ليش بتركين دعم الأدوية مناسبة مزاجي ساعة طيب دكتور في سؤال أساسي، ليش العرض اللي قدمته السفيرة الأمريكية بعد ما شفنا منه شيء؟ نعم. حتى العرض عم نحكي بالغاز، عم نحكي بالمشكل اللي كان عندنا إيه أيضا بالمحروقات، هلا مصر ما تبلغ عبر مصر أيضا استثناء من قانون قيصر، لا مصر ولا ليه لم تتبلغ، وكيف بينحكى بالدبلوماسية بشكل صريح أنه في إيجابية؟ لأنه بالنتيجة هذا الحل ما بيحللك المشكلة، حل المشكلة بمشروع الأوروبي الألماني سيمنز ومجموعة الشركات الأوروبية، انه بتعملي 1000 ميجا بزهراني و1000 ميجا بدير عمار بتحل مشكلتك جذريا. هلا الناس عم يطالبوا بسلعاتها، قال لهم يومتها الرئيس ماكرون سلعاتها بيجي لاحق، ما تتحملوا حالكم كل الاعباء. الفكره انه في نوايا بيقولوا لك بدنا نساعدك، ما في تنفيذ، هيدي هي الفكره الاساسيه. طيب هو عم ينوعد اللبناني، الشركات قدموا عروض، شركات مش حكومات عم توعد، شركات وهي حتستثمر. لا لا عم بحكي عن موضوع مش استجرار الغاز. ايه انت لا موضوع الغاز نسيه، بعدين اي واحد انبوب الغاز طالع مادد بين سوريا ولبنان فوق الارض، اي راعي اي واحد بده يخرب بروح بيبك شو بعطل لك وخلص، تبين انه حل غير عملي. يعني عرض ما له كان الاستهلاك المحلي بس عم يضحكوا علينا، ساعة قالوا لنا بتشرين اول، ساعة اخر السنة، ساعة بشبار، ساعة بايار، مش حيمشي هذا. يا ريت بتفوت معنا خلينا نشوف كيف بموضوع الدعم الخارجي للبنان. نعم. انا ايه بفهم الدول الخارجية ما تدعمنا، لانه كان في تجارب سابقة بينا انه نحن ناخذ هالمصاري وهو يتبخروا هالمصاري، انا بفهمهم من هالناحية، يعني الصراحة في تجارب سابقة ما بتشجع من هالناحية، بس انا مع انه نحن نفكر بطريقة جديدة، اللي هي مثلا نحن تبين عنا نحن ثروة طبيعية والنفط، شو اللي مانع نحن ما بنبلش ننقب على النفط بالمناطق اللي ما فيها نزاع؟ نعم. وفي دراسات علمية بينت انه في عنا نحن آبار ممكن تخلي لبنان عنده اكتفاء ذاتي، حتى بعض الدراسات انعملت انه ممكن يصير دخل الفرد 2000 دولار بالشهر اذا بلشنا تنقيب عن النفط ببعض الابار الغير متنازع عليها. شو ناطرين نحن؟ لا بعدنا عم نلتهي ناطرين نحن مصاري تجينا من هون ومن هون ومن هون، هذا كله موقت. اليوم نحن اذا ما اشتغلنا على حالنا واتكلنا على حالنا سياسيات. مثل اللي عم نحكي انه ما في اتفاق سياسي ومين بده يكون الوصي، نحن ما في اتفاق على المحاصصة توزيع الحصص، يمكن أدق بس هو في قرار خارجي بالشروع بهذا الأمر. الأمريكيين مرتاحين للخريطة اللي اللبناني بده إياها بالنسبة لخط الترسيم الحدود؟ لا طبعا نحن بعد ما وصلنا، نحن بعد لهون طبعا الموقف الأمريكي مؤيد لوجهة النظر الإسرائيلية واضحة. نعم. يعني ما بدأ ما فيها لا لبس ولا أبيم، بس نحن المشكلة قبلنا أن يكون خطنا 23 مش 29. ليش غابوا الأمريكيين؟ ليش الوفود غابت؟ كانوا عندهم يعني اهتمام وحماس في زخم، حتى حطوا مرة ديدلاين ب15 أذار أنه مفروض نحن نكون حلين هذا الأمر وما صار شيء، لأنه نحكي عن ما في واحد يتموه في لبناني رسمي.
وإسرائيل بلشت تنقب وما عندها مشكلة هونيك عم يسحبوا ونحن خلينا عملنا حق علينا أكيد. في السنائي هوكشتاين يعني بآخر الزيارة بعده عم يحكي بالخط 29 الرئيس ميشيل عون بلغ أنه تات نحن خطنا 23 ما في وحدة يعني وحدة موقف لبناني يتعاطوا معه الأمريكيين. لذلك هوكشتاين ما إجا آخر زيارة كلف سفيرة هي تستلم الرد اللبناني من الحكومة اللبنانية. نحن ينقصنا الرؤية البرنامج الانسجام في السلطة. نرجع منقول إذا ما كان في أكثرية منسجمة بالسلطة ما إحنا بدنا نعمل شيء. هذا الشيء اللي اسمه تجربة توافقية أثبتت فشلها بكل الظروف وبكل القضايا والأزمات اللي احنا مرقنا فيها. نعم. ناشنال انترست الأمريكية بتقول الانتخابات وحدها لن تحدث التغيير في لبنان. تقول أنه الانتخابات التشريعية قد تغير بعض المقاعد في البرلمان، لكن البلاد بحاجة إلى أكثر من مجرد وجوه جديدة. الانتخابات ينظر إليها على أنها الأداة التي يمكن أن تغير النخبة الفاسدة التي حكمت لبنان وحولتها إلى سجن في الهواء الطلق حيث ينتشر البؤس والقمع إلى آخره. لكن تقول أنه هذه النظرية ليست صحيحة، أنه الانتخابات ستغير. الانتخابات لا تعني بالضرورة الديمقراطية رغم أنها أحد مكوناتها الرئيسية الأساسية. الديمقراطية تشمل الحرية، القانون والسيادة. يعني التغيير والوجوه التغييرية ما هي شيء إذا ما احترمنا القانون ولا القضاء ولا كان عندنا السيادة وهذه الأمور. طبعا هذه الصحيفة الأمريكية أو موقع أمريكي إذا صح التعبير. شو رأيك؟ يعني حتى التغيير عم ينقرأ أنه مش جذري. إذا ما حكينا ببداية حديثنا عفوا أنه إذا ما صار في شيء اسمه جبهة نيابية عريضة سيادية اللي التغيير سيتلاشى، ما حكينا له دور فاعل. كتل البرلمانية صغيرة ما لها ما موقع بالقرار، بينما الجبهة العريضة بتكون هي أساسا بالقرار وتستطيع أن تصحح القرارات الخاطئة وتتصدى للقرارات الخاطئة. نعم. بس بقول اليوم مثل ما بقول الدكتور أنه كتلتهم 3 نواب، الاستراتيجية عم بقول كتلتهم 5 نواب، ببيروت التغييرين 3 نواب، المستقلين 3 نواب تانيين. طيب هولي مشرزمين متفرقين شو بيقدر يعمل؟ ما بيقدر يعمل شيء. بينما الانضواء تحت جبهة نيابية عريضة، جبهة سيادية نيابية عريضة، ويكون لها برنامج واضح وتروح للمعارضة وما تفكر بالسلطة في المرحلة الأولى، تقدر تعمل شيء، تقدر تكون بداية الإصلاح. دكتور صلاح، هيك إذا بدك تعطي توصيف المجتمع الدولي يلي كان حاطط سقف كسر حزب الله والثنائي تحديدا بهيدي الانتخابات، هيدي الانتخابات بترضيه ولا لا؟ ما في شك انه هذه بداية تغيير. يعني انا بدي استعمل كلمة كسر او هزيمة، لا، لانه كل العناوين هيدي بداية تغيير حتى في البيئة الشرعية على هذا الاساس. هل اخذوا النتيجة المرجوة؟ خليني اقول لك، صحيح انه الثنائي اخذ 27 مقعد شيعيا، هذا واقع. ولكن تحر جاي شوف في نسبة الإقبال على الاقتراع قد تراجعت بين لبنان. 2018 لا، بالذات بالبيئة الشيعية بالجنوب، يعني بال 2018 وال 2022 قد فرقت تقريبا حوالي 9 أو 10% تقريبا. في بعض مناطق فرقت أكثر. واحد اثنين، ما تنسى إنه بالبيئة الشيعية بالذات صار في خرق اللوائح الشيعية في راس حمدان. بس عم راس حمدان التراجع دكتور بكل المناطق وبكل الطوائف، يعني كان في محطات ملفتة، بس فبصير نسبيا تراجع شامل. لا كأقبال، يعني حلك شيء فيك تقيسي لكل المناطق شيء، والمناطق الشيعية بالنسبة للمجتمع هون شيء آخر، لأنه في شيء اسمه توجيه، في شيء اسمه التزام، في شيء اسمه فتوى، في شيء اسمه تعبئة، في شيء اسمه الشحن. كان واضح تماما يعني. ومع ذلك قلت لك يعني صار في اختراق الياس جرادي وفراس حمدان، اختراق مش سهل. يعني صيدا اليوم أسامة سعد طلع من عباءة حزب الله وجاب 3 نواب لقحته
مش لعبي العملية. بس هول يصنفوا أعداء، ما بيصنفوهم أعداء، مش أو خصوم، يسمون خصوم محترمين، مش ضروري يكونوا أعداء. نحن منا أعداء إذا اختلفنا بالسياسة، نحن خصوم سياسيين، ولكن هذا لا يعني أنه أنا ما لي حق اختلف معي. نعم. والاختلاف لا يفسد الود قضية بالنتيجة، لا. نعم. بالعكس تماما. نعم. بريك أخير ونسأل عن هوية رئيس الحكومة اللبناني الجديد، إذا كان في إمكانية أنه نطلع من حكومة تصريف الأعمال قبل نهاية العهد. بريك. عودة لبديبلوماسية في هذا القسم الأخير مع النواب سجاع عطية، شرب المسعد، صلاح سلامة، حفظ الألقاب، أهلا وسهلا من جديد. خلينا نبلش نسمع التغييريين، مين بدل رئيس حكومة أو جزء من التغييريين. دكتور شربل، مين ممكن يكون رئيس هذه الحكومة؟ رح يكون منكم أو من الناس الموجودين على هذه الساحة؟ لا أكيد، مثل ما بتعرفي ليحتنا بتضم اثنين من الأول. من الأول ليحتنا بتضم اثنين مرشحين لرئاسة الحكومة. أكيد بتعرفي يعني دكتور أسامة ودكتور عبد الرحمن مزري يعني كفؤين ليتولوا موقع رئاسة مجلس وزراء، بس كمان نحن الله راد بكرة بالتكتل الكبير بده يصير بصير في مين بتفضل بيناتهم؟ خلينا نخلفهم شوي على الأول بنفس الكتلة. نحن مش قاصمين يعني، نحن بالنهاية اللي بيتفقوا عليه اثنيناتهم. نعم. أنا بمشي فيه، ما في أي مشكلة. تماما. إذا أنتوا توجهكم يمكن أريح شوي. نحن لقلك شغلة، في مواصفات لرئيس الحكومة يمكن تنطبق عنا يمكن ما تنطبق، بس أنا بيهمني رئيس حكومة الحقيقة بهيك يكون ضابط إيقاع، يعني بمحل معين يكون مقبول لدى الكل، ويكون يعطي الأولوية للشق الاجتماعي بشكل أساسي والشق الاقتصادي. هلأ أنا الوجوه التقليدية ليكي من الانتداب أو من الاحتلال من أيام فرنسا لليوم، 7-8 أشخاص. نعم. تناوبوا على 52 حكومة إذا بتعدهم بتلاقي 10-12 شخص. مش أكثر من هيك. طيب يعني هالوجوه النزيتون بيسوى شوي نغير هالمألوف اللي ما وصلنا لنتيجة ونجيب شخصيات عندها أمكانية. مثل مين؟ خليني أبلش أنا وياك شوي. بلا أنا رح أسمي لك. أنا بحط لك المواصفات. نواف سلام هو مرشح الثورة. ممتاز. صلاح سلام شو بيشكي؟ أنا بالنسبة لي شهادتي مجروحة. لا عم أحكي يعني أنا بدي شخصية متزنة معتدلة عند الهيبة عند الخبرة عاشت الأخطاء السابقة وتعطي برنامج جديد. طيب نواف سلام عم بحكي بأسماء موجودة نحكى فيها قبل الحراك أو خلال الحراك أنه هو يعني ممثل الثورة. أنا بقول لك بصراحة أكثر شخصية بفضلها هي الشيخ سعد الحريري. إذا بيجي بيرجع البلد أنا بفضله له. بعده تمثيله السني موجود، زلمي معتدل، أنا كمسيحي بشوف الاعتدال فيه على مناطق. بس هلأ قلت لي بدنا نغير. طيب عم لك هالوجوه. لا أنت عم تغديني إذا بالماضي بالواحد، بس عم لك أنا ميال لوجوه جديدة. إذا بدي أحكي بالعشر 12 شخصية الشيخ سعد. من النواب الجداد اللي إجوا؟ النواب الجديد ما في كتير حدا براسي لسه، ما تعرفنا على بعض كتير يعني، بس مثل النواب سلام شخصية ممتازة. دكتور بزري، دكتور أسامة ممتاز بجنن، دكتور بزري أحلى زلمي، ودكتور أسامة شخص بيت سياسي مرتب وكذا. بس أنا بتقلي لي يمكن في شوية تقليد هونيك، أنا مع الشباب الجديد نغير هالجيل التقليدي السابق بكل شيء. بكل شيء يعني، حتى أنا بموضوع الأشخاص بيسوى يكون في برنامج. أشرف ريفي بحبه وبحترمه ابن الشمال وبالعكس بيكون الله حصه فيه، بس شوي خطابه قاسي، ما بعتقد في يكون رئيس حكومة هيك اللي بدي إيه أنا. فؤاد مخزومة لبأس هلا ما حط عليه ميت. خليني لا في عندك صوت بالآخر، صاروا عم يلحقوا الصوت لقلب عنا، صار توازن بالأكتريات. دكتور صلاح، ما بعرف اصلا اذا انت متفائل بانه رح يصير عندنا حكومه او لا، ولكن شو التوجه العام محليا وخارجيا؟ احنا قبل ما نحكي برئيس الحكومه بدنا نسال هل سيكون في حكومه؟ تماما. هذا الموضوع الاساسي. تماما. اذا حيكون في حكومه سهل نلاقي رئيس حكومه يمرق هالمرحله، ولكن المشكله وين؟ انه صعوبه تشكيل حكومه جديده، خصوصا انه اليوم ناس بدناها تكنوقراط وناس بدناها سياسي مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي. ثانيا انه رايحين على فراغ رئاسي كمان، هذه المهمه، هذه الحكومه كيف بدها تمرق الفراغ الرئاسي؟
اللي سمعنا امبارح اللواء جميل السيد كان عند فخامة الرئيس وقال أبلغه أنه في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة أنا أنصح يا فخامة الرئيس أن لا تسلم السلطة لحكومة تصريف عمان. يعني في حكي أنه في نوع من تمديد قصري لرئيس الجمهورية. بس ما التمديد بده توافق؟ ما أكيد بس عم نحكي أنه بقاء هذا مقترح مجرد مقترح بقاء الرئيس بالقصر بعد انتهاء الولاية بحدده يعتبر تمديد قصري يعني بدون مصور دستوري خلينا نقول لأنه في 3 رؤساء جمهورية انتهت ولايتهم وغادروا في منتصف ليل انتهاء الولاية الرئيس أمين جميل سنة 88 الرئيس أمين لحود سنة 2006 نعم ما يعني خرج بآخر نهار من ايه والرئيس ميشيل سامين بال 2014 هلأ ما فيها التوجه عند الرئيس عون بالبقاء يعني لا حسب ما سمعناه من اللواء جميل السيد وايضا يعني. الرئيس عون متفائل بانه رح يكون في حكومه ورح يكون في رئيس مجلس نواب وكل هذه الامور مثل وبيقول لزواره مثل ما تشائموا واعتبروا ما رح يكون في انتخابات صارت الانتخابات انه الاستحقاقات حتمرق ما في شك انه الوضع الامثل انه يكون في عندنا حكومه وحكومه منسجمه عندها 3 شهور بدها تخلص مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بدها تعمل خطة التعافي الاقتصادي بدها تحسن موضوع الكابيتال كنترول بدها توحد سعر صرف الليرة بدها تحد من هذه الانهيارات توقف الانهيارات وتقرر مصير الكهرباء بيصير في تزيين الكهرباء ولا لا سيمنز إذا التزمت الكهرباء متعهد بتأمين التيار خلال شهرين بينما يتم انتهاء من بناء المعامل في الزهراني ودائر عمار يعني في حين أن احنا اليوم الناس صارت عايشة بلا كهرباء لأنه مش قادرين يأمنوا حق المازوت وفي ناس أكتر مش قادرين يركبوا السولار سيستم لست متفائل بأنه رح يكون في رئيس حكومة مش متفائل أنا عم بقول يجب أن يكون ولكن تقديرك بين تمنياتي والواقع في مسافة كبيرة هويته هالمرة لما المجلس مش واضحة كفته كيف بده يكون رئيس الحكومة المنتج يعني نواف سلام عم نسمع أنه في يعني مساعي لأنه يترأس رئاسة الحكومة دكتور بزري أيضا نجيب ميقاتي أيضا لا يزال اسما مطروحا ويمكن في أسماء أخرى أي رئيس حكومي بيجي مؤيدا من أكثرية نيابية فهو ممكن أن ينجح وأي رئيس حكومي بيجي قصرا عن الأكثرية النيابية ما بيقدر يعمل شيء وبالتالي خلينا نحن نشوف أنه الأكثرية النيابية وين حتكون بأي كفي حتوقف بأي نقطة حتطالب وهون الأهمية ونرجع منعلق دايما ندور ونرجع لنقطة ذاتها بدنا القوى الشبابية التغييرية المستقلة الثورجية ينضموا بجبهة نيابية تعتبر أنه عائلة الحريري خرجت من الحياة السياسية بالكامل اليوم كان اللي وقع بس إبراهيم مع مقاطعك التقى الرئيس الحريري وأكد له أنه هو خرج من هذه الساحة يعني أنا الحقيقة ما شايف حاليا في عودة للرئيس عاد الحريري حاليا يعني للعمل خرج. السياسي يعني على الأقل من هلأ لانتهاء العهد أو بداية العهد الجديد بهالفترة هاي بدنا نفتش على رئيس حكومي قادر يقوم بالمهام سعوديا يعني ما في حدا من بيت الحريري بقى مأمون منه بهاء الحريري مثلا شو عمل ليش ما شفناه اليوم بهذا اليوم ست بهية التزم بقرار المقاطعة أحمد الحريري التزم بقرار المقاطعة الرجل عمال بهاء الحريري فضل أنه يعود على لبنان بعد الانتخابات وليس قبل الانتخابات رح يكمل نشاط يفترض على تكمل نشاطه السياسي لعمل جبهة سياسي وتنظيم سياسي ودعم لوائح يعني هل كان هدفه هيك بس لا على علم انه بالعكس حيكمل النشاط وفي مساعدات اجتماعية مقررها بدها تيجي على الطريق قريبا يعني. نعم دكتور شربل الانهيار الموجود المعيشة اليوم أكثر من يعني خلينا نعتبر هو الحافز اللي جابكم اللي جاب التغييرين هو هذا الانهيار شايفين الدولار كيف عم يرتفع وكيف الليرة بانهيار شديد شو عندكم بهذا الإطار
على سبيل المثال عنا المشكل على حاكمية مصرف لبنان، عنا المصارف، الودائع المش معروف وينية، شو رح تقدمه للعالم؟ أنا بدي أختم حديثي الليلة بهذا الانهيار الكارثي الموجود، وأنتوا النواب الجدد كيف بدكم تواجهوا؟ لا بدي لك هي أنه نحن كتير شايفتينا رائعين، يعني نعم. نتعاطى هيك بإيجابية، بس نحن ما نسينا أنه هيدي الأحزاب على مر السنين والمنظومة السابقة هي اللي وصلت البلد لهون. نحن مدين ايد المساعدة بالشرط يغيروا نمط التفكير تبعهم وما يرجعوا يعيدوا اللي عملوه بالفترات السابقة. يعني بدو يتعاطوا معنا بإيجابية، لأنه إذا ما تعاطوا بإيجابية وتغيير الفكر تبعهم والمخاصصات واللعب تحت الطاولة، رح يشوفوا الوجه الثاني بمجلس النيابي، رح يشوفوا وجه الثورة الحقيقي رح نفرجيهم اياه جوا المجلس النيابي. مثل شو؟ يعني ما رح نسكت على شيء بقى بعد اليوم. اذا مفكرين مثل ما هلا بمجلس بكره بتشكيل الوزاره، انا بدي اخذ هون وانت هون وانت هون، هذا الشيء رح يكون نحن بس بدي اشار انه نحن رح نكون جوا والشعب برا نطرنا. يعني نحن بنقوى بشعبنا، نحن معنا احزاب بس شعبنا هو اللي دعمنا. نحن رح نجرب الطرق الإيجابية الدبلوماسية، بس إذا ما وصلنا لنتيجة مع هالمنظومة نحن ما نسينا مين وصلنا لهون. نحن هيدا الانهيار يعني بدكم ترجعوا تنزلوا العالم على الشارع؟ ما في أي مشكل، تقطعوا طرقات و هلأ نحن جايين إيه؟ نحن بلشنا لكن لشو الانتخابات؟ بس ما نذكر المنظومة إنه هي سبب الانهيار اللي وصلنا له. نحن مش نحن السبب، نحن نزلنا ب 17-20 ونزلنا على المصارف اللي عم تحكي عنه، لأنه هالمصارف وهيدي المنظومة هن اللي سرقوا الشعب، هن اللي وصلونا لهون. نحن جينا حاملين صوت الناس جوا، منتأمل ومنطلب من كل الطبقة السابقة تتعامل بإيجابية مع الشباب التغييريين الجايين جديد، لأنه نحن صحيح منيح مثل ما تفضلت، أنا تفضلتي سألتيني وجاوبتك أنه أنا مادد إيدي للكل. نعم. بس إذا بده يكون نرجع نعمل اصطفافات حزبية ونرجع نعمل مصالحنا الشخصية ومرقلي تمرقلك هون وهون وهون، رح يكون في صوت عالي بالمجلس النيابي بتأمل ما نوصل له. هلأ بموضوع حكينا بموضوع الدولار، يعني هذا الدولار عندكم خطة؟ في خطة، في هيدا المنظومة كيف تتواجه؟ في اقتصاديين، في خبراء، أكيد هني بده يشتغلوا على هذا الموضوع. يعني اليوم أنا طبيب، نعم. أنا بحكيك بكرة بلجنة الصحة النيابية أكيد عندي تصور وعندي خطط باختصاصي. بالموضوع المالي أكيد في اختصاصية بموضوع الاقتصاد والمال، هن بده يحطوا الخطة. أسألها بهي خطوط عريضة، يعني أعطيك مثل، هذا الدولار طلالي طلوع طلوع طلوع، طيب وين الدولة غايبة؟ هلأ نحن صرنا بمجلس النواب، أول ما بدنا بكرة نطرحه أنه ينعمل قانون يحدد سعر صرف الدولار. في أشباح عم تشتغل بالمنصات، ساعة بقول لك الدولار 34 وبيمشي البلد كله بهذا الدولار. طب وين الدولة؟ وين المسؤولين؟ وين الوزارات المعنية بهذا الموضوع؟ في غياب كلي، خدروا العالم 34. أنا بقول لك بكرة بصير الدولار 50,000 وما حدا بيحكي، بتروح بدك تشتري غراض بقول لك طلع هالمنصة 34. خي مين هالمنصة؟ مين هالأشباح اللي عم تشتغل؟ ما بنعرف. لا ما نحط حد لهذا الموضوع. وفي مواضيع تانية غير الدولار، يعني أكيد يعني طبعا كلها في إخصائية بالموضوع المالي والاقتصادي، يعني عاملين أجندتكم وعاملين وعاملين فريقكم وبدكم تفوتوا على أسس. بس في فكرة أنه أنتم بدكم يعني تتسلحوا بالشعب طبعاً. بالخارج وانتم بالداخل، بس انتم صرتوا صوت الشعب بالداخل. أكيد. يعني لحتى ما يبقى البلد موتر بمكان ما وصلتوا للي بدكم اياه، واجهوا انتم بالداخل. رح نواجه، بس نحن مين سلاحنا؟ سلاحنا الشعب. نحن رح نواجه جوا. وعم بقول لك يعني شفتيني من اول حلقه عم نحكي بايجابيه بمد اليد للاخر، بس انا عم لاحظه يعني هلا استنتجته كمان انه رجعت الاصطفافات. هالأحزاب المعينة بدها هالوزارات، هيدي الأحزاب بدها هالوزارات، يعني ما أخذوا درس من الشيء اللي صار على جد. يعني أنا بحس في وقاحة بالتعاطي، خصوصا إنه نحن بتقول لك حق الديمقراطي، حق الديمقراطي عندي تمثيل وازن، بدي ممتاز. ما جربنا هيدي الحقوق على مر هالسنوات الماضية لوين وصلت؟ يعني إذا بدنا نفكر بإيجابية وبمسؤولية تجاه شعبنا مشكلة كبيرة. شو يعني ما يتمثلوا؟
مش ما يتمثلوا يعني اليوم ما يشتغلوا بالسياسة؟ مش ما يشتغلوا بس ما نحن جربناهم يعني نحن جربنا هذه الطبقة على مر السنين. طب لوين وصلتنا؟ مين أنا اللي أسألك مين وصلنا لهون؟ نعم مين؟ خلينا نعترف بدنا ننطلق من هون إنه مش عم أقول الكل فاسد بس في فشل في سياسات مالية في سياسات اقتصادية فاشلة وصلتنا لهون. بدنا نعترف بالشيء صحيح نحن يعني إذا بدك شوي عم نتناسى اللي صار فينا بس نحن منا ضعاف نحن بنقوى بشعبنا وشعبنا لطبنا وشعبنا ورح يتركنا بهذه النقطة الاقتصادية ومواجهتكم. أنا بسني على كلامه أنه نعم. بسني على كلامه بمعنى أنه الهدوء والبحث بخطة والتروي وإعطاء المجال وإعطاء الوقت لتغيير الأداء وتحسينه لازم. بس بعدين شوف في ناس ما تطلع فيك أنت وجه جديد أنت منتخب الناس بدها نتيجة بدها تعيش. أنا هون بشوف في خطة سريعة على السريع لازم نشتغل فيها كلنا سوا هي الشأن الاجتماعي. يعني بدنا الناس تطلع شوي من مجاعة وسلطة الرقابة لازم تلعب دور لازم يكون في انتفاضة ونفضة جديدة بالرقابة بالتفتيش بالمحلات اللي فينا نراقب موضوع قصة الدولار والغلاء وما شابه. ومع الشاي لرياض سلام اليوم قبل طلعت الضوء مع شايله لهالزلم اليوم قبل طلع الضوء لأن لم نعرف شو معنا ولا شو علينا وكأنه من قدس المقدسات ممنوع حدا يمس فيه ولا بقى يتفوا على شايله وكأنه هيدا الزلم إذا شلناه متنا من جوا. مين حامي؟ حامي الأحزاب السياسية. ما هذا المشكلتنا فيهم ما هولي هالسلطة السياسية اللي عملن هندسات مالية وعملن محاصصات وبلش تحت الطاولة وفوق الطاولة وكان متأمل يعمل رئيس جمهورية متحملوا المسؤولية الكاملة ولا في شركة؟ أنا بحمل مسؤولية كبيرة لأنه أخذ من البنوك أكثر من الحصة المفروض يأخذها وعطي للدولة بدون ضمانات وضيع مال الشعب وضيع مالنا وقعدنا هك. هيدا اليوم قبل بكرة لأنه هذه مشكلة العمل السياسي المالية. هلأ الشغلة الثانية الشق الاجتماعي كتير مهم اليوم يكون في أولوية لوزارة الشؤون الاجتماعية ومساعدة الناس وموضوع الطبابة. أنا بقول لك الدول الخارجية فقدت الثقة بنظامنا نحن الإداري. ليه مركزية الإدارية بتساعد كتير كبير وبتخفف الريسك وبتوزعه كتير مهم نسعى فيه. أضف إلى موضوع العلاقات القطاع الخاص والبي أو تي يعني اليوم ما بيمنع أبدا يكون في استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع العام لحتى نبلش نعمل ندفة إذا بدك تغذية وجذب هالأموال والرسامين لتدخل ندفة حركة مالية بالبلد. نعم دكتور صلاح أنا بدي أختم هذه الحلقة ما بعرف إذا عندك كلمة أخيرة لهذه الاستحقاقات اللي بدها تمر سريعا ما تقوم يتم تأجيلها أيضا ونفوت بثغرات الدستور رح تتم هذه الاستحقاقات سريعا يعني بحكي عن رئيس المجلس ونائب الرئيس لحتى يشتغل المجلس انتخاب رئيس مجلس نواب بده يتم بوقته خلال فترة الأسبوعين محددين يعني بالقانون. مجلس نواب هذا لا خلاف عليه يعني بغض النظر من سيشارك من سيؤيد من سيعارض. العقدة الأساسية هي ب نائب الرئيس العقدة الأساسية ب تكليف بتسمية رئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة وتشكيل حكومة جديدة. هل نحن قادرون على ذلك أم لا؟ هون المحك الأساسي اللي بيرسم طريق أو مسار الأشهر الباقي. أشرف ريفي زعيم السنة اليوم؟ لا هو أحد النواب الفائزين وأحد الزعماء زعيم الحلفاء يعني زعيم خلينا نعتبر حليف لدول معينة مثلا هو حليف للقوات اللبنانية واضح يعني عم تحكي على على زعامة السنة اليوم انه هو يكون زعيم على السنة هو احد زعماء السنة على اليوم صار زعيم يعني يعتبر زعيم طرابلس اليوم بعد ما في حق ابرز الفائزين واكثرهم فوزا بالاصوات هو اللواء اشرف ريفي وبالتالي ممكن نعتبره انه زعيم في طرابلس مثل ما كان عمر كرامي زعيم بفترة من فترات او رشيد كرامي اسامة سعد زعيم صيدا او مثل ما كان صحيح دكتور أسامة سعد هو رئيس زعامي تاريخي بصيدا مش انه جاي متعدي لها يعني وبالتالي ما في اليوم زعامة سنية واحدة ومرجعية واحدة كما كان عليه الوضع ايام الرئيس رفيق الحريري او ايام الرئيس سعد الحريري. بس سؤال اخير لأستاذ سجي انا كنت اسألك اياه من الاول انت تقول انه انا مدعوم من عصام فارس فقط هل هيدا يعني طيف عصام فارس بده يرجع نحكى عن ابنه نجاد فارس ممكن يرجع متأملين يرجع حضرتك يرجع اكيد انا علاقتي مع عصام فارس بتعرفي علاقه تاريخيه ومنطقه وشغل وصحبه
وبالتالي نجاحي اليوم هديته إياه لأنه هو أنا بنيت بمدرسته أصقلتني بكثير من القصص الاجتماعية وهيك، واشتغلت معه ومؤسسته وكل التفاصيل، ما فيني أفصل حالي عنه. بقى بالأحرى إذا نجحت بالقليل هدية يكون أنا وياه شريك النجاح. لا فكرة في عودة لإله في بالقرار السياسي. هو شخصيا لا يعني الإمكانيات بعرف العمل والهمة وكذا لا ما ابنه في إن شاء الله. عم نسعى يعني جاي في امكانيه ان شاء الله. اوكي يعني. شكرا للضيوف النواب سجاع عطيه شرب المسعد ورئيس تحرير جريده اللواء دكتور صلاح سلام، اغنيتم هذه الحلقه على امل انه يكون هذه الدوره النيابيه منتجه بوجودكم ووجود زملائكم الجدد بدبلوماسيه الاسبوع المقبل. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا، الى اللقاء.